من حديقة الرئيس الشهيد روني معوض ببيروت، حديقة الصنايع. مساء الخير مشاهدينا الكرام، هيدي الحلقة اليوم مختلفة، مش رح نضوي فيها على المشاكل البيئية والاجتماعية الموجودة بلبنان، صرنا كلنا حافظينا هيدي المشاكل. اليوم بدنا نلاقي حلول، وفي أطراف، جمعيات، أفراد أيضا لاقوا كتير من الحلول لمشاكل صار لزمان بلبنان والدولة غايبة كتير عنا. المجتمع المدني اللبناني بيقدر يرجع يوقف لبنان على إجري بعد ما كرسحته السياسي. خلينا نتعرف بهذه الحلقة على هالأشخاص اللي في كتير غيرهم كمان دخلوا بهذا المضمار بهذا المجال، وإن شاء الله بحلقات مقبلة بيكون في معنا أكثر وأكثر نماذج هالقد جيدة هالقد خلاقة هالقد فيها ابتكار ومنشوف حالنا فيها. بدي بلش معكم، بدي أطلب منكم كل واحد بأقل من دقيقة يعرفنا عن مؤسسته عن شركته. ندى بدي بلش معك، انت يمكن الجهه الداعم الاكبر لهذه الجمعيات، عرفينا عن بيس. مساء الخير. بيس هو برنامج تفعيل المشاركه المدنيه الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، يلي هدفها تدعم منظمات المجتمع المدني ومؤسسات خاصه عندها برامج اجتماعيه من خلال تمويلها ومن خلال بناء قدراتها وتنميه قدراتها حتى الاعلاميه. بسياق الحلقه رح نحكي اكثر عن بيس وليش نحن موجودين هون، ورح اعطي الفرصه لحسين. مساء الخير. حسين يزبي، جمعية لبنانية للدراسات والتدريب. الجمعية تأسست سنة 98، أسسها الدكتور رامي اللقيس ببعلبك، وهلأ عندها 4 فروع بمنطقة البقاع، ببدنيل، بعلبك، الهرمل والعين. الجمعية الهدف الرئيسي تبعها هو تمكين الناس وتحفيزها للمشاركة بالقرارات اللي بتحسن حياتها وبتطورها. الأهداف الثانية عم نشتغل عليها هي متعددة، أبرزها هي كسب الرزق، محاولة منا للتعاطي مع الفئة المهمشة من الناس ومساعدة الفقراء. عم نشتغل بتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. عم نشتغل مع الشباب والصبايا ببناء السلام، إضافة لتعليم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر. الجمعية اللبنانية للدراسات يمكن الجمعية الأولى ببعلبك اللي عبر بيس عم نشتغل مع سيسكو، ويمكن أول جمعية موجودة ببعلبك. عملاق الاتصالات المعروف ليا. مساء الخير. ليا بارودي، جمعية مارتش. مارتش تأسست بال2012، مش من كتير زمان. هدفها نوصل لمجتمع منفتح فيه تنوع وفيه مساواة ومحاربة جميع أنواع القمع بلبنان. تنوصل لهذا الهدف نحن من نادل لنشر ثقافة حرية التعبير وقبول الآخر ومحاربة الرقابة، خصوصا على الفن والثقافة، لأنه نحن من آمن أنه الفن والثقافة هن أدوات مهمة كتير للانفتاح وللسلام بلبنان. أنت ضد المقص. ضد المقص على الآخر. ليلى. مساء الخير. ليلى سرحان، شبكة مجموعات شبابية النبطية. شبكة مجموعات شبابية تأسست سنة 2009. إجت الفكرة بعد حرب تموز، لما اكتشفنا أنه عند المراهقين والشباب تحديدا صار في غياب للمفاهيم الحقيقية اللي لها علاقة بإلغاء الآخر والعدوانية، وضاعت الهوية الأساسية للوطن والمواطن. ففكرة الجمعية كانت هي خلق مساحة للشباب لنرجع نرجع المفاهيم لأساسها ونخلق المواطنية، وبالوقت ذاته لنعبر عن حالنا بطريقة فيها أكثر من الحرية. وباستراتيجية الجمعية بنشتغل على حرية التعبير. بلشنا بالنبطية، وصلنا هلأ عمش القضاء حسبية مرج عيون، وكلمة شبكة هدفها تشبيك مع أكبر عدد من المواطنين والأندية والجمعيات على مستوى لبنان. جورجينا. مساء الخير. الجمعية الاقتصادية اللبنانية LEA تأسست بال2007، ومنشتغل على تحسين السياسات العامة بلبنان وننشر وعي أكثر بيننا كمواطنين على حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية لنقدر نساهم ونطالب بحلها. باتريك. مساء الخير. هول إغراضك أكتريتهم هون. نصهم. إيه أكيد نصهم. فولا انت اصلا عملتي لنا دعايه قبل. صحيح. يعني فيا براند. فيا براند. نحن من مؤسسه جويكو رح نكون عم نسوق منتج الفيا. المنتج رح يكون الرو ماتيريال اللي بقوله، المواد الاوليه هي من شومبرير. معروف بالشومبرير. مظبوط.
نحن رح نعطيه فرصة تانية بدل ما بعد ما يستعمل على الطريق رح نحرقه بدل ما نحرقه ونعمل مظاهرات هودي ما بدنا اياهم، رح نحولهم نعطيهم حياة تانية ونعمل فيهم اشياء منتجات للموضة والازياء، ومستقبليا عنا كمان نعمل نفوت للهوم ديكور للبيوت. شفنا طاولة مثل طاولة وكراسي وكثير من المسائل بينكم وبين شريك، بعتقد اكثر شيء الديكور اليوم. مزبوط. ندى اسم معروف، ندى زعرور. ثانك يو. بس حبيت تكون اليوم بهيدي الحلقه لان حزبكم كمان بيدعم هيك جمعيات. يعني اول شيء بدي اشكرك على هالاستضافه، هيدا جمهورنا، هيدا العنصر الشبابي يلي نحن منفتش عليه ويلي نحن مندعمه ويلي نحن منجرب ناخد هالابتكارات ونخلق أمل لهالشعب اللبناني إنه في بعد عنا ناس بتفكر بمستقبل هيدا البلد. حزب الخضر أكيد هدفه التشريعات ويقدر يخلق قوانين ونقدر نحد من الجرائم البيئية لحتى نقدر نحافظ عبيئة أفضل لأولادنا. نحن اليوم سكرنا موسم تاني لجائزة الفكر الأخضر مينا ريجن، نحن بنعملها كل سنة لحتى نقدر نستقطب هالمبادرات الرائدة ونقدر نضوي عليها لحتى يكون في تبادل لهالتجارب. وهلا بعدين بنخبر. أنا حلمي مع الخضر يصير الحزب الأقوى والأكبر بلبنان وبالمينا ريجن بالمنطقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيح. يمكن بيكون حل لكثير مشاكل، بس بدي أسألك بعدين ليه أحزاب الخضرة ما بتستقطب؟ صحيح. نعيمة إلي. إلي نعيمة، شركة تريبل إي. شركتنا بتتعاطى بمجال تصميم وتنفيذ محطات الصرف الصحي، معالجة الصرف الصحي، تتصير مي صالحة للزراعة أو للصرف الصرف الآمن بالطبيعة بالنهر أو بالبحر من دون ما تلوث الطبيعة طبعا. هيدا الشيء الإيجابي بالموضوع. الشيء السلبي أنه المسؤولين عن هالموضوع مش حاطين لا أنظمة ولا أسس ولا معايير علمية لهالمحطات. ولح نحكي بالتفصيل أكثر. كل شيء خبرتني بيسموه محطة وبيرخصوا ما بيعرفوا إذا محطة أو مش محطة. نعم. بالنهاية بدنا نعطي أحمد كمشتك، ما هيك؟ أنا كمشتك. خبرنا عن كمشتك. أحمد قلوت، جمعية اسمها جمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني، واهم حملاتنا يمكن اشهرها صار هي حمله كمشتك. بالحقيقه نحن هدفنا كجمعيه ندخل تكنولوجيا المعلومات لعمل المجتمع المدني ووسائل التواصل النيو ميديا بيسكلي والسوشيال ميديا، وعملنا الابلكيشن هي كمشتك، دمج بين الاونلاين والاوفلاين لحتى نمكن المواطنين من متابعة حسن تنفيذ القوانين ومطالبة الدولة أو البلديات بتقديم خدمات أفضل. رح نشوف كيف بعد شوي. مايز. مساء الخير، مايز عبيد من جمعية الحداثة بعكار. جمعية الحداثة تأسست سنة 2006، يرأسها زاهر عبيد. نحن بنشتغل مع كل الفئات المجتمعية عموما، ولكن بالأخص بنشتغل مع الشباب والصبايا. منحاول قد ما فينا نعزز قدراتهم ونمكنهم انهم يكونوا مشاركين حقيقيين بصنع القرار المحلي بمناطق فقيرة نوعا ما مثل المناطق العكارية. اخر مشروع اشتغلناه مع بيس كان اسمه مناصرو التنمية المحلية اللي رح نحكي فيه كمان بعدين، وبشكر كتير لانك عطيتينا هالفرصة لنحكي. شكرا. اكيد. موت تفضلي. مساء الخير، موت جابور من جمعية تومن تومن ساكسس يلي هي بتهدف لتطوير قدرات المرأة. الفكرة انطلقت بال2012 من وراء مشكلة اجتماعية موجودة يلي هي عدد ستات البيوت يلي بحاجة يكونوا عم يشتغلوا، لسوء الحظ بلبنان ما بيلاقوا مجالات عمل لأسباب معينة، هي ما كانت قادرة تكون منتجة من قبل وما قادرة تفتح هلأ مجال عمل لإلها. حبينا نطور لها مهارات الطبخ عندها وتكون بطريقة عم تأمن أكل صحي للنساء العاملات، هيك منكون أكيد عم نطور الحياة العملية والاجتماعية وكمان مردود معنوي ومادي لست البيت وحياة أكيد أحسن وعملية للمرأة العاملة. جورج شريك. ندى قاعدة على كرسي من كراسي شريك، بعد شوي رح نحكي عن هالكرسي الرئيسية اللي كتير حلوة. أباجور بيتي مطرح ما خلقت. هلا شفته عم بسأل كنت وينه طلع. هيدا لستة بس طلع كتير حلو. تفضل. مرحبا. جورج غفاري شريك. نحن بشريك شباب كانوا يتعاطوا مخدرات، شباب كانوا بالحبس،
او النسوان ما بيعرفوا يعملوا شيء، ستات بيوت، وحابين يكونوا جزء من المجتمع، وحابين يرجعوا ينخرطوا بس ما عم بيتامن لهم فرصه. الفكره كانت انه منجيب مهملات مندعي هيدول الشباب والنسوان انه يكونوا عم بيشتغلوا بكونسبت الابسايكلينج. هلا كثير صار دارج عالميا وبلبنان، تنخلق اجمل قطع المفروشات بالشراكه مع شركه دوري، وهلا مع ام النور اللي هي جمعيه تاهيل للمخدرات. هيك بالتالي بنكون عم نامن لهم فرص عمل من بعد ما يكونوا هن تاهلوا، وما حدا رجع عطاهم اي فرصه ثانيه لحتى يرجعوا يلاقوا شغل. أي. ماريا مختصر اليوم، انا ناطره معود عليه بحكي انا ويا لجورج ساعات. ماريا ماريا غتدوريان، جمعية نوايا نتورك. فكرة نوايا نتورك هي تشجيع الشباب المحرومين اللي مبدئيا معظمهم جايين من مناطق معزولة. نيتهم طيبة على كل حال، مش نية عاطلة، ما هي أكيد. نوايا طيبة أكيد. اللي بنعملها نحن هي ناخذ هول الشباب اللي عندهم مواهب بالمجالات المعينه، مثلا مثل الموسيقى والرسم والرقص وحتى الرياضه، وبنساعدهم وبندعمهم بتطوير هول المواهب، وبالاخير يعني تلاقوا فيها شو ما كانت المواهب. في ترينرز لأي شخص عنده موهبة بأي بده يغني، بده يرقص، بده يرسم، شو ما كانت الموهبة؟ نجرب نلاقي لهم الموارد وهول الإمكانيات. الموارد والإمكانيات اللي فيهم يطوروها ويتقدموا فيها هيدا الموهبة بالفيوتشر يعني. سهاد ما ننهي معك قبل ما ناخذ فاصل، تفضلي. مساء الخير، سهاد ابو الحسن من جمعيه نحن. جمعيتنا تاسست سنه 2009، هدفها استرجاع واحياء الاماكن العامه بلبنان. رح نحكي بالتفاصيل اكثر. على كل حال خليني كمان اقول لمشاهدينا انه نحن في هذه الحلقه مباشره من الصنايع، من حديقه الرئيس الشهيد روني معوض، هذه الحديقه اللي تم اعاده تجميلها من شركه ازاديا. طبعا هي شركة تجارية، بس اليوم كتير مهم لكل الشركات انها تشارك بهالمسؤولية الاجتماعية. رح نحكي أكثر كمان عن هذا التفصيل المهم، صار كتير اليوم لكل شركة عم تشتغل يكون في عندها مسؤولية تجاه المجتمع، تجاه البيئة اللي بتشتغل فيها واللي بتعمل أرباح منها، تكون هذا المردود يرجع إلى مجتمع أفضل. رح نتوقف مع أول فاصل ونعود. نعود مشاهدينا لهذه الحلقة البيئية الاجتماعية السياسية، كله مع بعضه بلبنان، اقتصادية كمان فينا نقول، وانمائية ومدنية. ندى، قلت أنا أنك قاعدة على كرسي مختلفة واسم الله طولك، يعني ما بدنا نزعلك، سمعتك طولك كتير منيح، بس الكرسي كتير اوريجينال معمولة، انت قاعدة على شنطة سفر. جورج فسر لي بهيدي الكرسي انتو شو عاملين، وعن جد قدي عم تستعملوا ماتيريال ريسايكلد او ابسايكلد مثل ما انت بتقول، وقدي في زعبرة؟ اول شيء هيدي شنطة طنط هازميك، اوكي، انا ما بنساها، فإلها معزة خاصة لأنه لقيناها بالصدفة، وكنا طالبينها منها وبعدين لقيناها بدها يعني بطل بدها إياها، حطتها على حد البناية هيك وأخذناها فحولناها لشنطة. ما كنا عارفين أول شيء شو فينا، شو معقول يطلع يعني صراحة، وتحولت لشنطة من وراء عدة أشياء فكرنا فيها. تحولت لكرسي الشنطة. سوري، ايش الكرسي تحولت لشنطة، شنطة تحولت لكرسي. فهمنا عليك، ماشي الحال، ما قاعدة علي. اوكي. ايه بس ما جمال ندى تخطى الكرسي صراحة، فمضيعتنا شوي. ما اشترك. بس كيف تعملوا؟ هيدا اسمه مثلا upcycling او recycling، شو الفرق؟ الـ upcycling هي شغلة بناخدها
اوكي بنرجع منقصقصها منظبطها بنقعد بنحكي دماغنا شيء 40 نهار يمكن على القطعه ليطلع معنا مثلا عن جد اشياء اوريجينال من شيء كان مصيره برج حمود او صيدا ف مكبات النفايات يس مكبات النفايات منعني اقول زباله انت الليله بس النفايات او المهملات مهملات لانه هي اصلا هي بتحول لزباله لانه احنا عملناها فبالتالي لما نبطل عم نهمل عم بيصيروا هيدول القطع المميزة قطع حلوة ما بعرف إذا الكاميرا اخذ قديه قطع حلوة يلا ليه لا هيك ليكي عصفورين فرد حجر هلا كمان فوق رجعتوا استعملتوا كل الشنطه فينا نعتبر صح نحن استعملنا كل الشنطه قد ما فينا بنحاول الشغله ما نشيل منا شيء ونكبه بس هذا الجلد الابيض منه ريسايكلد لا لانه نحن بدنا نكون اكيد في حد ادنى من قديش فينا نحن نكون عم نستعمل ابسايكلد ماتيريال لحتى القطعه تكون عاطيه هالرونق الجميل جدا فمش هين انه نروح نلاقي ماتيريال تانية نقدر نجي نستعملها على مثلا الشنطة تنقول او الغراض اللي رح نرجع نشرحها عليهم بعد شوي بدنا شي بيلبق على كل حال هيدي الكرسي بعدين بدي اتركك للبريك مثلاً التاني تفسر لي شو عاملين هون اكيد ضروري بس بدي كفيلك على الشنطة انه الخشب اللي بقلبها كمان upcycled يعني نحن مشان هيك it's 80% upcycled material الخشب اللي بقلبه مثلا من الباليتات اللي هو بيبقى معمول من اجود انواع الخشب اللي بيحمل الترابة والغسالة والبراد مش تونت هزميك هالمرة لا لا هيدول من معمل الترابة حدنا طيب هول عم تشترون او شو مهملات يعني بيخدهم هيك مثل ما هني لا لا انا بس بدك تاخذيه وتدفع حقه ايه اكيد خصوصا انه نحن بالبارتنرشيب مع ام النور وشركه دوري سو في اجزاء عم بتروح لشباب عم تشتغل فيهم يعني هي قد ايه حق الكرسي بقول لك تحت الهواء لا بالعكس لازم تقلي على الهواء الناس بتحب تعرف تقريبا بيكونوا عم بيعملوا يمكن خدمه اجتماعيه انه عم بياخذوا شيء ما اذيوا فيه الطبيعه ايه اكيد وبنفس الوقت قطعه حلوه وما في مثلها ما في اثنين مثلها على كل حال بنقول هاي للديزاينر اختك ما هي فيرجيني غفاري ومحمد يتيم معنا جزء من التيم طيب قلنا شو السعر تقريبا اوكي اكيد ما في مشكله اتس $450 $450 $450 نعم اوكي طيب رح نرجع نحكي أكثر بهيدا الموضوع بس بما أني بالأبسايكلينج والريسايكلينج بدي أسأل باتريك أنتو بتروحوا على أكثر شيء مثل ما شفت توجهتوا على الدوليب لأنه الدوليب قصة كبيرة بلبنان صار بعد يقترح نشيل الأرزة ونحط دوليب لأن في فترة عشنا على فكرة أنه أمتين منقطع بطريق والدوليب محروق لقيتولن حل نحن قلنا حل كتير حلو يعني اذا بتعرفي هلا قبل بدي بس هيك افسر شويه شو الابسايكلينج والفرق بين الريسايكلينج يعني هلا بالمفهوم اللي بيكونوا جو جرين اللي بحبوا البيئه في شيء قانون على طول بنتبعه التريبل ار ريديوس ريوز ريسايكل ريديوس انه نخفف الزباله والمهملات هذا تمزع له لجوش مهملات ريوز بنعيد استعمالها ريوز بنعيد استعمالها و ريسايكلينج هي عم تيجي على مستوى صناعي اعاده تدوير يعني عم نحكي عن منتج بنرجع بنعمله هو ذاته 100% يعني نعطي اكزامبلات البلاستيك الورق الازاز هودي الكنز الومنيوم 100% بيرجعوا بصوره الومنيوم 100% وبنستعملهم بينما الابسايكلينج هي نوع من الريوز اعاده استعمال اوقات استخدام مختلف بس بطريقه شويه فنيه ومحترفه اكثر هلا لين نقينا الكاوتشوك يعني الكاوتشوك ما بينعمل له ريسايكلينج بالمفهوم القوي يعني كثير صعب ينعمل له ريسايكلينج يعني بس تفهم عليك دوليب ما بقدر ارجع اعمل يعني دوليب يعني الدوليب رح اعطيك اكزامبل الجاتو انت فيكي من الجاتو تعملي قمح كثير صعب ما فيك يعني ما بعرف اذا الساينس انا من القمح ما في اعمل جاتو مش معيار ابدا بس فهمنا عليك فزيت شي يعني نحن وقتنا الكاوتشوك نعمل نطبخ صعب كتير ينعمل في تجارب بس مش عم تنجح كتير يعني والشركة اللي بصنعوا دولياب كتير يعني بجربوا ما يفوتوا فيها يعني ومادة ملوثة جدا لا
ما هيك؟ إذا احترقتي إذا احترقت بس إذا احترقت بلا مظاهرات بلا مظاهرات بيمشي الحال. لا حتى بلا مظاهرات كيف بيتخلصوا من الدوليب العتيقة اللي ما بتحترق بالطريق؟ بينكبوا بس بالمكبات بينكبوا ومعروف إنه هلا في قسم أكيد بينعمل لهم تحت تسمية ريسايكلينج يعني بيتحولوا لبودرة أو بينتحول على حبابات صغار مثلا بيستعملوا بالملاعب الاصطناعية إذا بتشوف هلا بيحطوا الكمية صغيرة يخففوا إذا حدا وقع عليهم الضغط الضغط بس هود كلهم عم نحكي بالخمسة بالمية مش أكتر يعني بكاري ساكلين الباقي بيبقى على هيدي الأرض على اللي نحن عايشين مزبط. عليها واللي ولادنا بدون يعيشوا عليها إذا بقي إذا بقي أرض إذا بقي مساحات خضرة يعني هود بيقعدوا أكتر من 500 سنة هيدا إذا مش أكتر يعني صحيح وهلا تقريبا بلبنان يعني إذا تعرف الرقم كيف يعني تقريبا 10,000 طن بس بلبنان بينكبوا مش بس شون برارد وليب كمان يعني. عم نحكي الكاوتشوك يعني بس اذا فتنا بهيدا المجال انه نعمل اعاده التدوير وغيره قديه نكون فعلا عم نخلص عم ننقص من هذه الكميه يعني في بصراحه رقم معتبر اذا يعني قرروا الستات اليوم يحملوا جزادين ريسايكلد بس مثلا وهي ما بنحلم انه تصير ما نشوف انا غيرتوني بلشت غيري لأقنعه صعبه شوي ما هيك انت اول حدا عم يحمل الجزدان صح اول حدا حمله هذا كثير كثير هلا بفتخر فيه صح. ومن هلا بنريح رح نشوف كثير ناس عم يحملوه ورح يفتخروا يحملوه كيف انت افتخرتي وانبسطتي فيه ورح اسالك مبسوطه فيه كجمال كموضه مبسوطه فيه كمان ولا كثير بس اشطوني ايه ديدي منير صار عندها جزداني هلا ضربي عيني على واحد جديد بس ندى هون بدي اعطيها الكلام ندى انتو كحزب خضر قدي هيدي المسائل مهمه لكم قدي عم تاخذوها بعين الاعتبار لان هذا شيء ملموس صحيح. عم نشوف منفعه مباشره ملموسه صحيح نحن شهدنا موضوع المطمر الناعمي والمشاكل اللي صارت مشكلة المطمر الناعمي انه هو الموقع يلي لازم يكون فيه بس العوادم انها تروح يلي هني solid waste يلي ما بنقدر نرجع نعيد تدويرهم يلي نحنا مثل هلا عم نشوف مثل الكرسي ومثل الشنطة ومثل الدولاب مثل الاباجور هو كلها بتروح كعوادم اذا صار عنا هالثقافة وهالبيهيفير يلي بنقدر نحترم سلوك. والسلوك يلي واحد يقدر يحترم بيئته هيدي بدها عملية توعية وبدها شوية ضوابط من الدولة انها تحط شروط عليها مش غلط ابدا انه نحنا نرجع نستعمل الاباجور ونعمله بنك ومش غلط نعمل الدولاب نعملها ياريت بناخد قد حلو الاباجور ونعمل الجزدان بالعالم كله صار بفكروا انه كل شيء بيتاخد بالارض ما لازم ينتمر لازم يرجع يستعمل لانه انت هيدي موارد طبيعيه لازم ترجع تستعمليها هيدي بدها تشتغل على مواضيع التوعيه واليوث اللي موجود معنا اليوم شيء رائع جدا يعني بالمبادرات اللي هن عم بيقوموا فيها لانه هي عم تطلع مبادرات خاصه صحيح. يعني ما حدا جبرهم يعملوها لو ما هن فكروا كانوا كرييتيف وعطيوا من قلبهم والمنفعه الماديه خلينا نقول انه عن جد صحيح ما يعني هيدا المجتمع المدني لانه اشخاص عندهم هالقد حس يغيروا ويعملوا مجتمع صحيح. ووطن أنا بدي أحكي على تجربة صغيرة يلي صارت معنا بجوائز فكر الأخضر فازت معنا دولة قطر وزارة بيئة عم نحكي بدولة قطر عملوا إعادة تدوير مواد البناء يعني هن ما عندهم جبال يكسروها هن بيستوردوا مواد البناء وفكروا انه طيب نحن وبعدين والكلفة عالية كيف فينا نرجع نعيد تدوير المواد البناء يلي بتروح للردم يعني هيدا المشروع نحن رحنا وتفرجنا عليه بقطر وجبناهن وتعرفوا على وزارة البيئة لحتى نقدر نتبادل هيدي التجربة يعني قديم نقدر نعمل كسرات نموذجية نقدر نجيب المواد الردم كلها سوا يلي عم بتنزت بالبحر وبالوديان ونرجع نحطها ويعاد تدويرها وتصير مواد بناء نقدر نستعملها في كتير أفكار عم بتصير بالعالم هيدي موضوع التجارب وتبادل الخبرات كتير مهمة خلينا نقول المشاهدين عم بيحضرونا انه لبنان صار مطرح موبوء صار كارثة بيئية بحرنا مش هالقد يعني انا اليوم بهالجو الايجابي اذا في كسرات ببلد هالقد صغير على حجم الموجود صحيح. بلبنان كان مياهنا اللي بننزل عليها يعني للاسف بنطلع بنشوف
كيف ما بنطلع عم نشوف كوارث بإي ندى؟ فأنا بشكرك على المسج الإيجابي. لك نحن مجبورين نفكر إيجابي بالإيجابية، ما بنقدر إلا ما نفكر بالأمل. هيدا دورنا، وإلا كنا فلينا. يعني اللي خلينا بهالبلد بعدنا منحبه ومنحلم فيه ومنقشع فيه الميل المليان من الكباية، يعني بعد في أمل إنه نقدر نخلصه ونحافظ عليه. هيدا دورنا كحزب خضر، إنه نخلق هالهوب يلي تخلي هالشباب يضلوا موجودين ويفكروا معك لمستقبل البلد. سألتيني بالأول ليه ما كتير بحبوا حزب الخضر؟ بدي أرجع فكرة كتير مهمة بدل مع على الآخر، يعني ليه ما في هالشعبية الكافية لحزب هالقد اليوم مهم والقد بيأثر على مستقبل ولادنا أكتر من أي شيء آخر؟ خليني بس بدي إلي كمان، كنا عم نحكي عن كارثة بكل معنى الكلمة. اليوم منشوف إنه بمصالح ضيقة معينة بنعطى تراخيص عشوائيا يمين وشمال، حتى عم بتقلي بمسألة مهمة مضخات التكرير، حطات التكرير عم بيكون في احيانا ترخيص دون تاكد انه شغاله. هلا المشكله انه التوعيه اذا بدك المعنيين على الموضوع كبلديات عم بجربوا يعملوا المستحيل. يعني حاليا هلا اتحاد البلديات موجود بفرنسا وعم بيتعرفوا على المحطات لايف بفرنسا، وشريكي موجود معهم يعني على راس الوفد، ليشوفوا كيف المحطات بتشتغل المركزية الكبيرة وياخذوا فكرة طبعا ويجيبوا هالتكنولوجي أو هالتوعية على لبنان. بس المشكلة انه بعدها ما في يعني البلدية بتعطيك رخصة لأي شقة أو أي بناية عم تتعمر، لازم تكون في محطة معالجة صرف صحي بس ما في أنظمة، ما في معايير، ما في ستاندرز عالمية تشتغل عليها. فهيدي مشكلة كبيرة. يعني في أوقات مثلا واحد بيعمل محطة بيركب الإكويبمنت بقلب المحطة، بيجي كشف من البلدية أوكي بيشوف الإكويبمنت بيمضيله، تاني يوم بفكهم وبشيلهم، شفت كيف بيستأجرهم يعني. فهيدي مشكلة كبيرة، لازم يكون في متابعة من البلديات أكتر، لازم يكون في عندهم توعية أكتر، عندهم خبرة أكتر بهالموضوع. وعندك لوبي حدك ندى ياخدوا عينات مي من هالمحطات اللي عم تطلع يفحصوها باللابوراتوار. بس شو الأثر البيئي لهيك بخلافات؟ يعني أول شيء الزبون أو الكلاينت يلي ركبنا له هالمحطة انضحك عليه، محطته مش شغال ودفع مصاري. واحد البلدية مفكرة انه في محطات وطريقة صرفها بالارض او باي مكان اخر بالبحر او بالنهر هي صرف بيئي صحيح، هو خطأ. فنحن ما عالجنا شيء، الماي عم تتلوث، الماي الجوفية الابار عم يفوت عليها الماي الصرف الصحي وعم تتلوث وعم يصير فيها مجرسمة. البحر مثل ما بنشوف هلا وانت بتحبوا تنزلوا على المناره وتمشوا. لا شفنا نهر احمر نحن باحدى المرات، بتقول لي ندى مش كارثه بعد هيدا ما بعرف شو بعد معقول نشوف هولي كيميكلز، يعني شيء اخطر بكثير بعد، شيء توكسيك. فعم نحكي اذا بتتمشي هلا هون بس على الروشه بتشم الريحه قديش حلوه، بتروحي على طبرجه كمان قديش كمان حلوه وين ما كان. يعني في هيك محلات صغيره معزوله يمكن بتحس حالك انك مطرح اخر، بس للاسف اكتريه الاماكن يا تلوث نظري يا بصري يا تلوث مباشر على كل الصعد للاسف. طيب بدي ارجع لعندك ندى، يعني هيدي الجمعيات عم نشوفها ادوارها مختلفه جدا. عندنا جمعيات بيشتغلوا مباشرة على مادة معينة، وعندنا جمعيات بيشتغلوا على الفكر، على تغيير عقليات الناس. قدي في وعي حقيقة للشغل اللي عم تقوم فيه بيس؟ قدي في تشجيع لألكن؟ وقدي في معرفة لهذا الدور وأهميته اليوم؟ نحن منشتغل، هن جزء الشباب من جمعيات، نحن منشتغل مع أكثر من 40 جمعية بمختلف القطاعات. اللي صار أنه كممول نحن ما حطينا أجندة أنه بدنا نمول على هيدي المشاريع مثل ما عادة بيصير. اللي عملته بيس بيميزها شوي عن غيرها، أنه نحن عملنا إحصاء واستطلاع رأي على حاجات المجتمع اللبناني، فكانت المواضيع هي هيدي الحاجات يلي هي فيها فساد، يلي هي حماية البيئة، يلي هي حرية الرأي والتعبير، مواطنة والتوعية على حقوق المواطن، بالإضافة لأمور أخرى يلي هي ريادة الأعمال الاجتماعية. وإذا بدك نرجع نتطرق للCSR بعدين كمان كيف عم بتصير بلبنان. فاللي صار أنه نحن حطينا المنح على هيدا الأساس لأنه في حاجات مجتمع، وهيدا الشيء اللي ساعدنا كتير أنه نقدر نستقطب أكثر عدد من الناس يلي عن جد عم يشتغلوا. وفي شغلة كتير ضوينا عليها هي استدامة المشاريع، يعني بيس مش بس عم تدعم ماديا، عم تدعم بالمهارات
بالتدريبات وانت اخبر بهذا الموضوع، وعم تدعم كمان باشياء علاقات لبعدين ولا استدامه هاي المشاريع، انه مش انه راح الممول سكر المشروع وفلت الناس على بيوتها، قد ما فينا ندعم هالشباب عم ندعمهم لانه عن جد عم يشتغلوا على قضايا حاجات اجتماعيه. تضلوا مستمرين ما أكيد. في شك. مود بدي ارجع لعندك لانه موضوع اللي بتعنوا فيه كمان كثير مهم. المرأة اليوم بنشوف انه مسألة تكون عندها نوع من استقلالية مادية كثير مهم، هيدا متعلق اجتماعيا بشبكة امان لإلها، بانها تحس حالها حرة، تحس حالها فعلا يعني شخص بيقدر يتصرف بحياته اذا كان عنده هذه الاستقلالية. عم بتساعدوها هي وبالبيت، اشرحي لنا كيف اكثر. نحن الطريقة اللي فكرنا فيها لأنه شفنا في كتير حاجة لستات بيوت حابين يطوروا حالهم وما عم يقدروا يعني أمنوا شغل لقلهم بأسباب مختلفة، عند أولاد، عند حالة خاصة، حبينا نطور يعني فكرنا بفكرة الأكل لأن هي ببيتها فيها تعمل أكل، فيها تأمن أكل صحي لمرة بتشتغل ما قادرة تعمل أكل صحي، ما عندها وقت، مش منا قادرة، ما عندها وقت تعمل أكل صحي لإلها ولعائلتها. حبينا نحن نختار هالستات البيوت يلي أكيد عندهم المهارات وحابين يطوروا حالهم بطريقة أنه نحن كأشخاص بنعمل التدريبات معينة أكيد إلها علاقة بسلامة الغذاء وإلها علاقة بكتير تطورات، يعني بكيف تتواصل مع الزباين، كيف عندها أداب العمل. هيدي النقطة كتير مهمة لأنه أكتر شيء تصريف الإنتاج هو المشكلة مزلوط. الأكبر نحن بنعرف ستات البيوت بلبنان أكتريتهم بيطبخوا أكلهم طيب في نظافة، بس مزلوط. كيف بتعملوا لتساعدوها تقدر تبيع؟ نحن كأشخاص بأنه منشتغل إلنا زمان يعني بمجال أكيد شركات بنقدر نوصلهم، يعني كمان أنا بشتغل بالموارد البشرية درت كمان هيدا كمان سهلت لي أكتر إنه نوصل فكرتنا للموظفين. هلا ما مش فكرة بس للنساء العاملات، لحيلا شخص ما عنده وقت يعمل أكل صحي وبده هو يأكل أكل صحي، فهيدا شيء سهلت لنا أكتر تنقدر نوسع، والمعي بالجمعية كمان بيشتغلوا بشركات خلتنا نوسع هيدا الشيء ونقدر نسوق الأكل. كمان نحنا منشتغل إنه نفوت على مش أشخاص، على شركات حبين مثلا يطلبوا أكل للعمال تبعهم، يعملوا مثلا صحن يومي للعمال. كتير نحنا منجرب قد ما فينا يعني نأمن لهالستات مثل مردود شهري، يعني يكون عندها ملتزمة مع شركة. بس هيدي الست يعني لا عندها مؤسسة ولا عندها شركة، بتشتغل ببيتها. مزبوط. يمكن عم بتنافس أحيانا شركات بتدفعوا ضرائب وعندهم شغل، يعني للأسف. بس حتى هيدا اعتبار أوقات بتفكر فيه، عم بيكون في فعلا تفكير بهذا المنطق إنه بالنهاية عم تشتغل هي بتطلع ولا مصاري. وقت ايه مزبوط، وقتها تبلش تطلع يعني في اذا بدك موطا معين يعني تطلعي عنه بيصير مبلغ، صار مبلغ بتصير بدك تصرح اكيد لانه تعتبر في صار في نسبه ربح كبيره، بس بما انه تحت اسم الجمعيه بتعرفي بيكون في اقل يعني نسبه ما بتكون هيدا. مثل نسبه على الربح لحتى تبلش تتصرح على الربح وتصير تدفع الضرائب. ستات اللي عم بيسمعوك ومهتمين بهالمساله بحبوا يمكن يكونوا عندهم مطبخ بيوثقوا فيه بدهم يشتروا، او بحبوا يشاركوا ويكونوا هن عم بيطبخوا هذا الاكل الصحي من بيتهم، كيف بيتصلوا فيكم؟ أكيد يتصلوا فينا على 705318899. في ويب سايت؟ في عنا ويب سايت هو www.w2wsuccess.org. 2 هي نمبر. بيقدروا بالاتجاهين يعني اللي بده يشتري مزبوط. واللي بده يكون جزء من هيدا العملية بيقدر يشوف كمان الطريقة، كمان بيكون في صور على الويب سايت بيشوفوا أكتر كمان كيف الطريقة، وأكيد نحن بس يحكونا كمان منخبرون أكتر. نعم مزبوط. بدي كمان ميز اسمع منك أكتر عن شغلكم، شو عم تعملوا وبأي مجال أنتو؟ نحن أكتر شيء هلأ حاليا عم نشتغل على تطوير قدرات تفعيل دورهم بالخدمات المحلية بأنه يكونوا شركاء بصنع القرار بالقرى والبلدات بمنطقة عكار. أيضا عم نشتغل بالموضوع موضوع النزوح السوري من خلال مشروع نسيج، بس بموضوع مشاركة الشباب بتفعيل العمل المدني آخر مشروع عملناه مع بيس كان اسمه مناصرو التنمية المحلية. الهدف من المشروع كان انه نخلي هالشباب هن يكونوا شركاء بصنع عمليا. كيف عمليا؟ بلشنا ببداية المشروع
شكلنا لجان بست كرة بعكار، هي بزيل، برقايل، تل حياة، عين الذهب. شو بتعمل هاللجان؟ مش مهم هاللجان، وين مهم شو بتعمل؟ هاللجان بلشوا يدرسوا حاجات مثل استطلاع ميداني بقلب الكرة تبعهم، شافوا شو عنا، شو بدهم شو هالأهل بالكرة، شو هي حاجاتهم، ووقفوا آخر شيء بالتعاون مع بلدياتهم مع الفعاليات عند أكثر شغلة أولوية. يعني مثلا ببرقايل كانت أكثر شغلة أولوية نظرا لنقص بالخدمات الصحية، نظرا لهالكثافة النزوح، كان أكثر شغلة أولوية أنه ينعمل مركز شؤون صحية تابع لوزارة الشؤون، وهذا عمليا صار عليه حملة اسمها هيدا حقنا، والشباب طلعوا لعند الوزير درباس والتقوا فيه وحصلوا منه على وعد بأنه يفتح هذا المركز. المركز كان المفروض يفتح من أسبوع، ولكن صار عليه بعض الخلافات مع البلدية اللي كانت موافقة، وهلأ صارت لما لقيته راح يفتح صارت بدها تاخذوا لصوب أنه ليش الشباب، ليش ما نحن بنعمله، صارت هلأ فهلأ موعودين نحن من الجهات السياسية أنه إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون المركز بده يفتح. أيضا بتل حياة كان في هناك مشكلة المدارس، المدارس أول شيء بتل حياة ما في مدرسة رسمية يروحوا يتعلموا بضيعة تانية، كان في مدرسة رسمية صغيرة ما بتسع كل هالطلاب نمو الموجود بالضبط، والمدرسة كتير وضعها كان سيء. نزلوا الشباب عملوا دراسة حالة للمدرسة، وبالتعاون مع البلدية عملوا ترميم للمدارس بتل حياة. وأيضا بال98 كان مأخوذ قرار بفتح معهد مهني لبلدة تل حياة. الشباب تواصلوا مع رئيس البلدية، ورئيس البلدية والبلدية طلعوا على الوزارة وحركوا الموضوع، لقيوا فعلا في قرار وفي تمويل من الصندوق الكويتي، وبالفعل هلا بلشوا جرف وبلشوا شغل بمعهد مهني كبير بمنطقة تل حياة. الشباب كمان بآخر بنيسان عملوا مؤتمر شبابي، طرحوا فيه بكل هالضياع شو حققوا وشو عملوا، وقالوا انه نحن عملنا على الصعيد المحلي، خلينا نتوج الشغل. انتوا بتشتغلوا بلا اجندة سياسية؟ يعني عم تعطيني امثلة، بتشتغلوا فقط للعمل المدني الانمائي دون اي اجندة سياسية؟ ابدا ما عنا اي اجندة سياسية، بنفس الوقت ما عنا اي مشكل نتعاون مع اي طرف، بس على شرط ما نكون بعد هالتعاون يحاول يشدنا لصوبه او يحسب هالتعاون بالمجال السياسي. بيهمنا فقط الانماء، خصوصي بمنطقة مثل عكار بحاجة لكل شيء. بما انه فتنا بمجال الحملات، ليا معك ميكروفون بليز. مارش كانه لها هيك كونوتيشن سياسيه، خاصه شهر اذار بلبنان قصه كتير كبيره، قاسمينه اثنين ونازلين فيه نتخانق عليهم، فشو مارش وليه بالتحديد نقيتوا كلمه مارش؟ وانتوا كان بوليتيكال كامبينينج بعتقد، يعني بالحملات السياسيه لا مش كتير. يعني هلا كل شيء بلبنان، كل الشغل المدني بلبنان هو له علاقه بالسياسه اكيد، واصلا السياسه المفروض يكون شغل يعني كل العالم المفروض تتعاطى. ايه بس نحن عندنا مفهوم سياسي مختلف للاسف. بس كلمه مارش اول شيء اجت من شغلتين. اول شيء مارش هيدي احتفال انا تعودت انه كل ما بطلع مشوار لبرا بيقوصوا لي ف اوكي عم نمزح تفضل هي ايه رقبه عمرت لكن بدنا ندعي كمان صيف لبنان بده يبلش تفضلوا فهيدا فرقع ما هيك تفضلي كلمة مارتش أول شيء إجت من مارتشينج فورورد، إنه نحن نروح إلى الأمام بدل ما نكفي نرجع لورا. مارتش مشي مش أذر. أوكي. هي كمان فكرة إنه مارتش إنه كل لبنان، إنه 8 و14 وكل لبنان، كمان كانت جاية من هيدا. مارتش هي أكثر شيء بتشتغل على موضوع حرية التعبير ونشر ثقافة حرية التعبير وقبول الآخر، خصوصا عن تلاميذ الجامعات. يعني نحن بنآمن إنه هن المستقبل، فمنجرب ننشر هالثقافة انه كتير مهم نحن ببلد تعددي مثل لبنان نقبل رأي آخر مختلف من دون ما نسكته. بس هي معلي زرينة، هذا يمكن احترام لرأي الآخر. لما تقولوا حرية تعبير كأن ما في حرية تعبير بلبنان، بتعتقدي إذا بدنا ناخد هيك بارومتر في تقصير في هذه المسألة أم في حرية تعبير؟ لا هلأ بموضوع الرقابة
في كتير رقابة بلبنان، يعني ما في حرية تعبير مثل ما نحن مفكرين. كتير عالم بيسألونا هيدا السؤال اللي انت سألنا اياه، لأنه بحسوا انه بعد في شيء ينقال يعني ومكتوم. هلا ما المشكلة انه بالمجالات اللي ما لازم ينقال عم بينقال، وبالمجالات يلي لازم نحمي حرية التعبير مثل بالفن ومثل بالثقافة، هيدا الشيء هونيك عم تتمارس الرقابة، بس بالمواضيع الثانية اللي لازم تتمارس الرقابة عليها مش عم تتمارس. مثل عم نحكي مسرح، مثل ما عم نحكي بعتقد عم تحكي عن هيدي المشاريع، عم نحكي أكثر مسرح، أفلام بتتقصص 100% مش معروف شو المعيار. صحيح مزبوط 100% هيدول هن. ونحن إذا بدك سلطنا الضوء على شيء ما كان موجود، يلي هو إنه فيك كثير رقابة عم بتصير بلبنان. عملنا شيء اسمه متحف الرقابة الافتراضي اللي هو Virtual Museum of Censorship، يلي عملنا archiving لكل شيء، كل شيء نقص حاطينه بهالمتحف، من 43 كل الممنوعات جمعينا مع بعض 100%. هلا بعدنا عم نجمع المعلومات. على كل حال فكرة الرقابة مضحكة، يمكن بهيدا العصر وقت الكل عنده انترنت، كل واحد بيقدر يشوف شو ما بده، يفتح وين ما بده، ما عاد في شيء مسكر، ما عاد يعني ما في غير التوعية بديل، لأن ما حدا بيقدر يلحق يسكر أمام أي شخص. وصعب كتير الرقابة اليوم، ومارستها كتير صعبة، لما يقصوا شيء بيعملوا له شهرة وبيصير له متحف مثل ما عرفنا. خلينا نتوقف مع فاصل، بعدين رح أعطيك حسين وليلى وجورجينا للكل الكلام. فاصل المشاهدين ونعود. من جنينة الرئيس الشهيد رني معوض من الصنايع نعود مشاهدينا إلى هذه الحلقة. أحمد كمشتك، شو عم تعمل؟ عم نكمش العالم عم خلف عم بس انقذت، كنت عم تعمل شيء واتساب؟ عم تسمع عليك. لا ما في معي شيء. طيب مبدئيا عم نعمل اللي الناس بتقلنا عنه جنون، انه حاول نقنع الناس توقف تخالف من دون ما الدولة تجي تعطيها ضبط او تتعاقبها. يعني عم نحاول ننشر فكرة حكم القانون واحترام القانون، مش ضرورة برادع مادي او عقاب، يعني بس بمسؤولية مواطنية من كل فرد منا بهالمجتمع يكون حاسس مع غيره وما يخالف القانون. طيب يا احمد، مع هيدا الرادع ومع ضبط بيوجع والمخالفات عمد عينك والنظر، فكيف هيك بدك تقنعه انه بس حبا بعدم المخالفة مثلا؟ اذا بدك للحقيقة هي هاي المشكلة، لانه العقاب مش عطول هو الحل، عادة هي الثقافة، انه هو مقتنع انه بده يحترم القانون والنظام لانه هيك البلد بيمشي، هو هذا الاساس. بس كمشتك عم بتفضحه طبعا. يعني عم بتعاقبه اكتر يمكن من الضبط اللي ما بيعرف فيه كتير ناس. هو نحن عم نلعب هون دور ما غايب، هو كل مواطن لازم يكمش المواطن اللي مخالف. نحن عم اذا بدك النط لناخد دور كل مواطن صالح بهالمجتمع، انه ما يرضى بالغلط يصير حده. حقيقة لبنان عم بيعاني من حالة لا مبالاة اجتماعية، يعني عم نشوف الغلط حدنا وما بنفكر نبلغ، عم نفترض انه الدولة ما رح ترد علينا، وهذا الشيء مش صحيح. نحن جربنا وعنا تجارب مع بلديات مع وزارات بيتلقوا الاقتراحات منا كمجتمع مدني وكناشطين، وعم بيمشوا معنا بحلول. عنا امثلة كتير. بس شو عم تعملوا بكمشتك بالتحديد؟ كيف بتكمشوا للواحد؟ نحن بلشنا كمشتك من الاساس على ابسط مشكلة بنعاني فيها اكتر شيء ببيروت، هي مشكلة عجقة السير، واللي تبين انه معظم البطل ناكس، يعني العنق الزجاجي الافيه هذا اللي هو بيختنق الطريق فجأة، هو وقوف مخالف صف تاني صف تالت، مسكر مفرق كاميون سكر الطريق، اللي هي قصص صعب الدرك اصلا، قد ما يكون عديدهم كبير يروح يراقبوا كل سائق بسائقه. يعني لا، بده العالم تعرف انه في قانون ما لازم خالف، والناس ما تسكت لهم. نزلنا على الشارع، حطينا ملصق على السيارات المخالفه، صورناها مع نمره السياره، شهرنا فيهم نيمينج اند شيمينج بيسكلي، حطيناها على موقعنا كمشتك.com وعلى السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر، وعملنا هيدا الحركه اللي هي انه خجلناهم. كان التجاوب مشجع من كثير عالم، بعض الناس انزعجت بس معظمها قالت نحن يمكن اضطرينا نخالف معكم حق، سببنا بغلط مش قصدنا. ضوينا على هالمشكله، رجعنا انتقلنا لموضوع تاني. نحن هدفنا انه نوصل لهالمخالفين انه في غيركم مواطنين مزعوجين،
انتو عم تستفيدوا وتحلوا مشكلتكم او عم تزبطوها بالواسطة او بالرشوة اوقات، بس نحنا مزعوجين ونحنا ما بايدنا نعمل الا نقول اهيكم انتو كمشناكم. هاي واحد. انتقلنا لموضوع تاني لحالة الطرقات بلبنان، بنضلنا نقول الطرقات ما بتسوى، جوار مطبات ما بعرف شو. سألنا عملنا استطلاع عند عينة لا بأس فيها وحتى اونلاين، سألنا حتى وزارة الأشغال وبعض البلديات قديش نسبة الشكاوى اللي بتوصل لعندكم بشكل رسمي، شبه معدومة. لا يأسوا يشتكوا الناس، قدي بتضل تشتكي وإذا ما حدا برد عليك شو بتعمل؟ بدي ضلني أشتكي، هي الفكرة. بدنا نعيد التفعيل هيدا نظام الشكوى والمطالبة. نحن عم نقترح هلأ على وزارة الأشغال وببروسس إنه نقدم لهم موقع كمشتكي، يقدم لهم خدمة الشكوى أونلاين مثلا لحتى يتم ملاحقة القضاء، يعني البلاغات، يعني مبين أيمتى صار تقدمت هالشكوى وقد أخذت وقت لتنحل. يعني بتلفن على وزارة الأشغال بقول لهم ألو في جورة ما بعرف وين، وهي أو تبعت إيميل في جور وين ما كان، بصير ناطرة انه هيدي الجورة يجي حدا يهتم فيها على القليلة. اذا ما انكسر دولاب الوزير بالجورة بتعتقد بيصير شيء؟ على القليلة منكون بلشنا نقول انه بدنا جواب، يمكن قلنا ما حدا تزبط، بس بده يعرف هيدا الموظف انه المواطن بحق له يتلفن ويسأل. هيدي اول فكرة. اساسا نحن عنا مشكلة وصول للمعلومات بالبلد، مش بس ايصال الشكوى. من ناحية تانية لا، في معلومات واصلة وين ما كان. إذا بتطلع بشارع بيكون في قاعد مسؤول مثلا، بيصير الشارع فجأة بيفرلي هيلز وباقي الشوارع حواليه بتضل على حالها من جوار ومن تعتير، بس طريق بيته بيزبط مثلا. هيدي معلومات خاصة. لا مفيش خاصة، هي وين ما كان هو عم ينشر المعلومات. لا بس أنا عم بقول أنا لمين أشتكي ما بعرف أصلا كمواطن بالبلد. صحيح. أنا عم نحاول ندفش البلديات المسؤولين إنه يعرفونا كيف البروسس لازم تكون لحتى نشتكي، لأنه تبين إنه الناس ما بتعرف تشتكي، عم بتنق بس. صحيح. هذا اللي عم بيصير، هذا اللي عم نحاول نغيره. يعني من بعيدا عن الارض اذا بدك، بس كرمال ما اهمل الموضوع حق المشاة بالارصفة، نحن حاليا هلا بعدنا عم نشتغل على هذا الموضوع، كمان مشابه لفكرة التعديات للسيارات، بس هي اكثر يمكن محلات تجارية واليات سيارات وغيرها من المخالفات. اوقات الدولة عم بتكون حارمة المشاة من الارصفة. عنا شيء بعيد شوي عن الارض اللي هو فتني متر، عملنا مثل مقياس ل مراقبة أداء الإعلام بقياس قديش عم بيساهم أكثر شيء البرامج السياسية ومقدمات نشرات الأخبار بإثارة الفتنة بالبلد. لا هيك لازم أعرف فيها من قبل أنا. طمني أنت، كنت استضفتك من زمان. طمني أنت، مش من الناجحين معنا. عادة اللي بينجح هو اللي بيكون الأكثر فتنوية. في إلك زملاء بس هيدا أحلى سقوط بحياتي. هيدا سقوط مشرف. هيدا شعارنا، أنه بتكون فخور لما يسقط الواحد معنا. لا بس هلا عن جد عم تحكي، حطيتوني تحت الفتنة متر. حطيناك وحطينا كل شيء اسمه بوليتيكال توك شو ومقدمات نشاط أخبار وحتى مقالات إخبارية أو تحليلية سياسية بالجرائد والويب سايتس. طيب ما بدنا نسمي، بس تقريبا شو النسب بصراحة؟ النسب قدي نسبة السقوط قدي نسبة النجاح؟ بعتقد إذا آخر امتحان عملناه الأسبوع الماضي كان عنا الأول من 14 أزار وبيلحقوا دغري من 8 أزار. يعني عنا كأشخاص عم تحكي كأشخاص كبرامج أوكي. كأشخاص قصدي كإعلاميين بيلحقوا بعض، وهي فكرة مش هدفنا سياسي فيها أكتر من أنه نقول أنه الجمهور له رأي. بس أنا سوري ما عم بسأل عن النسب ما بين 8 و 14، أنا عم بسأل نسبة الإعلاميين اللي سقطوا نسبة اللي نجحوا. أنا بعتبر الجسم الإعلامي أفضل بكتير من بمجتمعنا، أفضل بكتير من غير يمكن إذا فينا نحكي أشخاص بتعاطوا الشأن العام. بعتقد 60% بيسقط، 60% سقطوا، يعني هو اللي ناجحين بمعيار انه منن فتنويين. تقريبا ايه، بس نحن اساسا سكيل، نحن ما عم نحط علامه سائط ناجح، نحن عم نقول فتنوي الى حد ما. بحط النار على الزيت، يعني عاملين عبارات من هذا النوع، لانه هي قديش عم بيستفز هالجمهور وقديش الجمهور عم بيقول له استفزيتني. طب عن جد ما بزعل، قل لي عن جد بصراحه، ما تضحك. ما لحقوا تجن معي ليا، ما فيي قاطع، ما شو ممنوع الرقابه. صراحه عن جد ماني، ما عندي الرقم الدقيق، بس لا انترفيوز كان
من البرامج اللي مبينه عندي نيوترال معظم الوقت. اوكي. لانه اساسا يمكن بحق لك تسالي سؤال اللي هو محامي الشيطان عاده يعني، بس لا في غيرك عم بيوجه دعوات فتنويه اوقات يعني. اليوم عم نلاقي اعلامي عم بيستغل حدث معين لحتى يلعب على الوتر الطائفي او العصبي او المناطقي ببعض الاحيان. عم نحكي عن التلفزيونات المحليه بلبنان طبعا، مش عم نحكي عن الفضائيات. فتني متر كيف في واحد يفوت ويشوف فتني متر دوت كوم؟ فتني متر دوت كوم. اوكي. بيقدر يعمل لوج ان ويقدر يحضر كل الكونتنت اللي عاملين له ابلود. نحن عم نجيب من يوتيوب شو بتحطه والناس بتقدر تحضرها وتحط علامة عليها. طيب هالافكار كلها يعني عن جد مبسوطة فيكم أنا كثير، بس أنه كلها مبادرات فردية فينا نعتبر بسريعا جدا ندى، كلها هي مبادرات فردية وأنتوا جيتوا دعمتوهن أو كيف عم بيصير الشغل؟ في ناس عندها مبادرات فردية، في ناس هي منظمات صار لها زمان عم تشتغل على الأرض وعم تشتغل بمشاريع غير هيدا المشروع، ولكن نحن حسب الحاجات يعني كان في حاجة كتير لقصص خاصة بالإعلام وبموضوعية الإعلام، كان وحدة منهم كمشتك وفتنة متر يعني بمؤشر استدامة الإعلام يلي طلع كمان اللي بيس بتطلعه مؤخرا، طلع إنه الإعلام المؤشر عم ينزل سنة بعد سنة. وهون بقول انه كمان مثل البرنامج هو تحريضي، الاعلامي له كتير دور، نحن بدنا اعلاميين يساعدوا الناس لتخطي هذا الشيء. فتنة اللي رح تعمله رح تساعد الناس انه تعرف مين هالاعلامي وهالسياسة الضافية اللي عم بحرض، وان شاء الله يكون درس لهم للانتخابات الجاي يعرفوا هالسياسيين يلي عم ياخدونا لوين. ما بعرف يمكن الاكثر شعبوية هن ندى، بدك تشوف ممكن النظر بهالنقطة. بدي اعطي كمان الميكروفون لحسين، بس حسين قبل ما خليك تحكي كانوا عم بيقولوا لي انه انا وقاعدة هون انتبه انه الكواليتي يمكن نوعيه لهالقصص الابسايكلد او ريسايكلد منا كثير منيحه، بس ثاني بتخليني اعمل اكسبيرينس صغيره. طبعا جربي حدا يقعد معك. مين الاثقل وزنا عنا؟ توتو. طلعت عليك توتو. فينا نجرب نقعد انا وياك؟ شو كل تقلك؟ لا بنقعد. صاروا بينباعوا هلا. لا بدي اساله بس معلي سؤال صغير كنوعيه جورج، قد ايه في كواليتي كنترول؟ يعني اذا تلفنت لك قلت لك انا طيب اشتريت الاباجور قعدت عليه وانكسر بتقلي معلي يا حبيبتي عملتي مساهمه بيئيه او شو بتعمل؟ اول شيء حدا بحياته ما رح ينكسر. اها هي اول شغله. نحن بنشتغل ككواليتي في تيم، وخصوصا على راسه لهيدا التيم نجار. نجار سو ويل اكسبيرينسد، هو اللي ساعدنا نوصل لاقصى كواليتي معقول افخم شركه عالميه توصل له. يعني حتى مثلا اذا بدي اعطيك هيدا الاباجور بحد ذاته مدهون ثلاث طبقات فرنيش بحري، يعني اذا بتاخديه على شط جبال خلص مبروك. من هون دغري قال. اذا بتاخدي معك على شط جبال بتقعدي على البحر بتصير الموج يشبق فيه شمال ويمين والشمس والرمل وشو ما يخطر على بالك من اشياء معقول تأذي المفروشات، رح تشوفي انه في حمايه كتير كبيره. لانه نحن حتى نقدر ننافس ان كان بلبنان وحتى بدنا نوصل لبرا، اهم شيء يكون عندنا كواليتي بصناعتنا. يعني رح يكون غراض الفرنتشر يلي عم تعملها شريك ودوري فخر الصناعه اللبنانيه. حلوه. بدي اشكر صديقي توفيق لوبيا، ميرسي. خلينا نرجع لعندك حسين. انا معك كل الوقت، كنت عم تعمل لي اشارات بدك تحكي، هلا حملت الميكروفون. هيدي طبيعيه. هيدي طبيعيه. هذا شيء Lebanon Organization for Studies and Training. خبرتنا انه عم تشتغلوا عندكم اربع فروع، بس شو بالتحديد؟ الموضوع اللي بدي احكي فيه النشاط اللي عملناه نحن مع بيس، خاصه الموضوع الاساسي اللي حكينا فيه انه الناس نمكنها تشارك بالقرارات اللي بتهمها. يعني في قرار عم يتاخذ بهمني انا، المفروض على القليل يكون انا عم ببدي رايي فيه، وتوجهنا بشكل مباشر للبلديات فبحكم العلاقه الموجوده بين المواطن والبلديه. نحن جغرافيا بنغطي منطقه بعلبك الهرمل كلها سوا، فاشتغلنا على اربع مشاريع بعنوان رئيسي هو من حقك يكون صوتك مسموع.
بمنطقة بعلبك اشتغلنا على موضوع القلعة، ونحن بنعرف بنفتخر بقلعة بعلبك ووجودها عندنا، بس الإضاءة السياحية عليها شوي ضعيفة، فحطينا عنوان خلي عينك على بعلبك. اشتغلنا كتير مع الستيك هولدر اللي هن رجال الدين، الشخصيات الفاعلة بالمجتمع المدني، لحتى ناخد أفكار منهم كيف ممكن نفعل دور هذه المدينة، كيف ممكن نضوي عليها سياحيا، وقدرنا كمان نشارك مواطنين وناخد آرائهم. على مستوى البلدية اشتغلنا ببلدية الهرمل وبلدية شمستار وبلدية بالنايل. اللي بدي احكي فيه ضوي هو السكسس ستوري، القصص النجاح اللي صارت مع هيدي البلديات. غيرنا شوي نمط التفكير تبع البلديات، اللي هو انه نحن منتخب بلدية ومننطر بعد 6 سنين لننتخب بلدية تانية، ما بنعرف شو صار خلال هيدي الفترة. حاولنا نشارك المواطن معه عبر حق الحصول على المعلومات، وبنفس الوقت عبر الميزانية التشاركية. فكانت يعني من بعد تواصلنا مع مجموعة من الشخصيات بمنطقة بدناي الشمستار والهرمل، واخذنا آرائهم كيف ممكن نحن نفعل عملنا مع البلدية، وكيف ممكن نعمل تحليل احتياجات. فعملنا استمارة وزعناها بهذه الضيعة 3، وعرضنا النتائج على البلدية. شاركت معنا البلدية، وهون كانت التشجيع منا، شاركت معنا بعملية الفرز للنتائج واعطيناهم النتائج. نتائج توقعنا كانت كتير منيحة، خاصة أنه البلديات مثلا بلدية شمستار قدمت نموذج عن الميزانية وعن الموازنة للناس اللي هي عم تشتغل فيها. بلدية بدنايل أخذت بالاحتياجات تبع الناس، يعني حاولت بناء النتائج الاستمارة والفرز تطلع انه شو الافضليه، وفعلا تنفذت. يعني في 3 مشاريع تنفذوا بناء على هذا يعني الموضوع. عم تتعاونوا معهم، مش عم بيكون في صدام مع هذه البلديات، او عم يعتبركم عم بتقوموا من نوع من رقابه عليهم؟ ابدا، نحن ما عم نعمل رقابه، نحن عم نتشارك، عم نحاول نخلي الناس تتشارك مع البلديات. وحتى المجالس البلديه ما تفهم القصه انه هي قصه محاسبه او مساءله بس، لا، نحن وياكم شركاء بالتنمية المحلية لمزيد من الشفافية كمان. أكيد هذا الشيء الأساسي. صحيح. بدي أعطي الميكروفون لليلى. ليلى، أنت بتشتغلي مع الشباب، مجموعات شبابية كNGO، خبرينا أكثر عن شغلك، خاصة أنه كمان شغلكم بالمناطق مثل حسين. إيه، نحن بالمرحلة الأولى من شغلنا اشتغلنا بالنبطية مع بيس، طورنا وصلنا لحصبية مرجعيون. بالنبطية حاجاتها مختلفة عن قضاء حصبية ومرجعيون، لأن نشتغل بناء على دراسة حاجات. استخدمنا بالنبطية الفنون كوسيلة، لأن بالنبطية ومنطقة النبطية ما عندنا مسرح، ما عندنا سينما، ما عندنا نادي فنون بأشملها، ما عندنا إياها كلها. فالشباب كان عندهم حاجة كتير كبيرة لأنه يعبروا عن حالهم من خلال الفن. اعتمدنا المسرح، ودخل بقلب العرض المسرحي أغاني راب، دبكي، تمثيل. ونحن منه هدفنا بالمطلق نخرج فنانين، هدفنا نحن نوصل رسائل بالوقت ذاته بالطريقة الملائمة للشباب. كان التحدي بهذا الموضوع انه الفن شوي هو من محرمات الفن اللي هو بالشارع يعني، والصوت مسموع. فعرضنا مسرحيات بساحة النبطية بعد ما شبكنا مع عدد كبير من الأندية والجمعيات لنوصل عن القضايا اللي هي مشكلة أساسية لعند الشباب. بحسبية مرجعيون الحاجات كتير مختلفة، هناك مناطق شوي محرومة من العمل المدني، والشباب محتاجين للتفعيل المدني. فكان بالدرجة الأولى عم نشغل على تفعيل الأندية الشبابية من خلال تمكين مهارات. هلا استخدمنا أنشطة بيئية، بس كانت الأنشطة البيئية اللي استخدمناها هي هدف غير مباشر. يعني الدواليب نحن من 2 وشوي عملنا منها طاولات، لونوها الشباب وعملوها طاولة زهور ومقعد وطاولة. سبقتوا لها باتريك. وفعلا هيدا النشاط إعلاميا تغطى وصولا للCNN، يعني بناء على طلب منهم. على كل حال أنت عم تحكي لنا، حنمرق هيدي الصور نرجع نتذكر هالمشاهد الحلوة. أكيد. فهيدا هيدي الدواليب اللي كانت عبارة عن غرفة قعدة وطاولة ضيافة كانت بسوق النبطية. كان نحن الهدف المباشر
هو عم نقول نحن ما بدنا الحرب، ما بدنا الحرب، ما بدنا نولع دواليب، بنحب الحياة. كان بسوق النبطية بدنا ننسى شوي الموت اللي دايما. طيب حكيني بصراحة، لما تنزلوا بهيك شعارات ما بيعتبروا البعض انه انتو كأنه عم توصلوا رسالة سياسية ضد جو معين، ضد بيئة معينة؟ انت بنتر لهذه البيئة، حكيني بكل سر فيه. يعني نحن اكتر عم نشتغل شعاراتنا هي قيم، على قيم مجتمعية. يعني اذا انا بقول انه ضد الطائفية، الشعار اللي نزل صدف انه نحن عملنا ديكور مسرح من الدوليب، يعني كرسي الزعيم، اللوحة اللي هي اطارة دولاب. يعني انا عم اقول انه بشهر رمضان بالنبطية كتير، يعني القطايف هي الحلوة المعروفة لشهر رمضان، فمنقول نحن الطوايف مش قطايف. يعني انه الناس اكيد مش اكله طيبه يعني، ولا يعني الناس شو بدها تقول اذا بنقول نحن ضد الطائفيه، اذا نحن بنقول مع قبول الاخر، شو بدهم يقولوا؟ عم توصل رساله سياسيه، خلينا نكون كتير صريحين. بس انه بالمواجهه شو بدهم يقولوا؟ لا معكم حق، عافيكم. هلا بالمقابل ممكن كمان انت يوصل لك رسائل بطرق مختلفه، يعني بطرق ناعمه هاديه. محظوظة إذا بطرق هادية، حظك كبير. ممكن أنا ما في حدا هادي عنا بلبنان. هلا أنا في كذا نقطة مرقت بوافق عليهم إنه إيه في أمل، بالوقت ذاته ما بوافق عليهم. يعني وقت كتير نذكر كلمة مواطن ومواطنية ووطن، أنا بشك إنه نحن عنا مواطن حقيقي بنسبة كتير عالية. لأن لو عنا مواطن حقيقي ما كانت هيدي زبالة، أنا حقول عنا زبالة لأن هي زبالة، ما كانت هيدي زبالة موجودة بالشوارع. نحن لازم نحمل حالنا مسؤولية، ونحمل سكان هيدي الأرض مسؤولية. ما فينا كلهم نقول الدولة بتتحمل مسؤولية كتير كبيرة. بالنتيجة نحن اللي انتخبنا هيدي الدولة، يعني فنحن مساهمين بكل هيدا الخراب اللي بنستحقه أحيانا. هيدي النقطة كتير أساسية. كجمعية قلت لك نحن أهدافنا بالأنشطة البيئية هي أهداف غير مباشرة. يعني نحن اشتغلنا على مكب نفايات عشوائي، ما كان هدفنا ننظف هيدا المكب، كان هدفنا كيف نمكن الناس أهالي هيدا الحي على أنه هني شو الخطوات والمراحل والمهارات اللي بدهم يكتسبوها ليوصلوا يقدروا يشكلوا حملة ضغط بسيطة بالعلاقة مع البلدية وتحقق هيدا الشيء. بس أنا هدفي أنه تمكنوا من هذه المهارات وطالبوا بحقوقكم. بالسوشيال ميديا كان هدفنا التدريب أكثر ما هو كان أنه تدريب لمجموعة شبابية كانت كتير مهتمة بأنها تفعل صفحات ما عم تعرف تفعلها، ووصلنا لهون وهني بأفكارهم حرين. عرفتي كيف؟ ما منتدخل بالفكرة. هلأ بكلمة حرية التعبير، لو منا حاجة ما كنا اشتغلنا عليها. لما نقول حرية التعبير يعني أنا بدي يكون إلي الحق قول رأيي وفكري بمنطقتي، إذا كانت من لون واحد يمكن أنا أكون مختفي بس إلي هيدا الحق. للأسف هيدا منه موجود، وإلا كنا منشوف بكل لبنان صور منوعة بكل المنطقة لزعمة ولرؤسة ولشباب ماتت، ونحن منشوف لون واحد بكل منطقة. في ثغرة كل كانتون عنده، صحيح. يعني معناتها ما في حرية تعبير وحياته دولته للأسف. يعني هيدا بيعني أنه ما في حرية تعبير، هيدا بيعني هيك. هلا نحن من الجمعيات اللي بتقول نحن ما بنشتغل لنوعي، لان نحن مؤمنين جدا وهيدا شيء لمسناه انه الشباب هن واعيين وعندهم مبادرات، هن بينقصهم الامكانيات والمهارات ليقدروا يوصلوا هيدا الفكره. للاسف الاكبر كمان من بعد تجربه يعني عمرها كتير طويل اشتغلنا مع مجموعات شبابيه وصلت لمحل كتير مهم، بس بالنهايه كمان الوضع الاقتصادي سيء، بدها تسافر، بدها ترجع تشتغل وظيفة. فالعمل المدني، ونحن منا دولة مدنية، حتى هيدا المفهوم في يعني عليه إشكالية. يعني كتير أنا بحب وقت نكون قاعدين كمؤسسات وجمعيات ومنظمات ما ننسى أنه نحن جزء من هيدا الشعب، من هالناس، لأن كمان نحن معظمنا الفساد ضارب فيه، معظمنا بتاجر بهيدي العناوين. وأنا مع احترامي للجميع عم أقول معظمنا وبشمل حالنا كجمعية، يعني ما عم برق حالنا. فللأسف في أمل يمكن، بس بشك أنا وتحديدا هلأ بالظرف الحالي بالواقع الحالي أنه رح نقدر نحقق ولو شيء كتير قليل. بنضل نقول إن شاء الله، بنضل نقول إن شاء الله ما عنا حل تاني مع أني بوشي إن شاء الله بكتير من اللي عم بتقولي جورجينا. بالمسألة كمان كنت عم تحكي عن الشق الاقتصادي، أنتو جمعية تعنى بالاقتصاد، بس كيف يعني؟
مظبوط. نحن عم نشتغل على تحسين السياسات الاقتصادية بلبنان. قبل هالمشروع اشتغلنا على كتير على التقن، يعني على من جهة تقنية بالدراسات اقتصادية. فوتيلي بالتفصيل السلسلة مثلا اللي هلأ اليوم كل البلد عم بيحكي عنها. مظبوط. سلسلة اليوم مثل ما في عالم عم بيعتبروا انه هي رح تدمر البلد ويا ويلي شو رح يصير اذا تقرت السلسلة، في دراسات اقتصادية بتفرجي انه فينا نقدر نطلع مصاري لنقدر نمول هيدي السلسلة اذا بيصير مراجعة على سياسة الضريبة بطريقة مزبوطة، بيصير اصلاح، ما هيك؟ مزبوط. بس كيف بيصيروا؟ هيدي المشكلة. نحن ما حدا مصدق انه بيصير اصلاح ليكون اول شيء هول موظفين صار لهم 18 سنة ما تغيرت معاشاتهم، ففيك انت هلا تفكري انت من 18 سنة شو كنت فيك تشتري بالمصاري اللي لو معاشك نفس الشيء اليوم شو بيطلع لك من معاشك؟ فأكيد طلب محق وما فينا نكون بس عم نتوتر ونعصب انه كيف سكروا الطريق او كيف احتجوا. مثل ما مجلس النواب هلا وصلونا لنصير ننزعج اذا صار في جلسه لانه عم نروح على شغلنا مؤخر، وهن لازم يعملوا جلسه كل يوم ليلحقوا يحرروا المشاريع القوانين يلي لازم يعملوا يلي جلسه حاطين الطريق. مزبوط. بس يعني لازم كل يوم يعملوا جلسه ليقدروا يلحقوا يطلعوا مشاريع القوانين يلي كلنا بتصور كل حدا منا بيشتغل على شيء متعلق فيها، ان كان بيئه ان كان حريه راي وان كان مشاريع اقتصاديه واجتماعيه. ولبنان دوله مدنيه ومكتره، بليز ما بدنا نقول انه منا مدنية. بدنا كلنا نشتغل انه يضل لبنان بدستوره بقوانينه وبالتطبيق تبعه دوله مدنيه. بالتطبيق نحن دوله مدنيه. بدنا اذا بيطلعونا مشروع قانون الاحوال الشخصيه المدني من جرور مجلس النواب اللي مقفلينه ساعتها بتقولي لي او لا؟ لا نحن دوله هلا بعدنا بدستورنا دوله مدنيه. نحن اكيد بدستورنا دوله مدنيه، مش مختلفين، ونحن نظام برلماني وشو ما بدك، بس نحن عم نحكي بالتطبيق بواقع الحال. مزبوط. نحن اليوم بولا مجلس نوابنا عنده افضل تغطيه صحيه، افضل معاشات تقاعديه، يعني تخيل النايب بلبنان من بكفي جلسه بكفي على دوره واحده يطلع نايب بضل كل حياته يقبض نص معاش، بينما معلمينا يلي هلا مزعوجين منهم انه رح يشلوا البلد تشتغل لتقدر تاخذ تعويض، واذا ما بتعمل هيك على سنه 19 فلت ما بيطلع على تعويض. ففي مشكله عندنا بكيف عم بتصير القصص بالبلد كله، وفي مشكله منا نحن في بس كأفراد. خليني اقول لك، احد النواب انا طرحت عليه هيدي المساله قال لي 128 هؤلاء وقد ايه بدهم يكتروا، لانه اكثريه النواب يعني بنرجع بنعمل له ريسايكلينج، فبصير بننبسط نعمل له ريسايكلينج نعمل ريسايكلينج. هيدا الريسايكلينج عم بيأدي انه جربنا نعمل اب سايكلينج بس منعولنا البروسس بانه مددوا لنفسهم، يعني ما بعرف قد ايه كنا حنغير، هي بيني وبينك بالنتيجه لو قد ما كان تغيير صغير كنا اتليست جربنا نغير بمشروعنا ببيس يلي بهيدا النطاق بالذات. اشتغلنا على مشروع اسمه اعرف تحرك وشارك، من اسم المشروع جربنا اكثر نزيد وعينا نحن كافراد كمواطنين لبنانيين عن مشاكلنا وحقوقنا الاجتماعيه والاقتصادية لنعرف كيف صارت هيدا المشاكل وين حلها، وتعرف اعرف تحرك لنقدر نشوف شو الحملات الناشطة. يعني مثلا اذا انا شخص ببعلبك بعرف انه هيدا الجمعية ناشطة ببعلبك بموضوع معين بقدر اتواصل معهم. فاللي جربنا نعمله عملنا حملة توعية اعلامية من وراء عملنا 10 افلام قصيرة مثل دعايات طلعوا على كذا تي في بلبنان، وبشكر تلفزيون مستقبل يلي كان شريك اعلامي معنا. وهيدول الفيديوز الصغار عن مشاكل التعليم، عن مشاكل بطالة الشباب، عمل المرأة والتمييز ضد المرأة بالعمل، غلاء المعيشة بلبنان، الزواج والطلاق يلي والورثة يلي بنتمنى يصير في قانون مدني للأحوال الشخصية بيرعاها بلبنان. هيدي كمان موارد كتير منيحة للبلد، يعني بصير بيفوتوا للدولة هيدول المصاري، وكمان ضمان الشيخوخة. بس بتبطل تفوتي على السماء، ما تفوتي. لا فيك تعملي الاثنين أكيد، نحن مش ضد أبدا، فيك تعملي الاثنين. خليني أتوقف مع فاصل لأنه عم بسمع صوت المخرج لحد هون وبنرجع لكم. نتابع هذه الحلقة مشاهدينا. ماريا، شبكة نوايا بدنا نعرف منك بالتفصيل شو بتعملوا، وعلى الميكروفون تفضلي. اللي بنعملها بنوايا شيء كتير سهل. بيكون في شاب صغير تنقول بحب الباسكتبول،
تنقول بيحب لك كتير كتير كتير، بس أهله ما هم فيهم يدفعوا له هو لحق الكلاسز أو الدروس أو التدريبات اللي بده يتسجل فيهم. سو اللي بنعملها هي متحمل هول التكاليف ومندعمه فيها ومنشجعه بكل شيء عايزه كرمال يتابع وكرمال يتطور بهيدا المجال الرياضي. بس كيف بتعرفوا انه هيدا عيلة عن جد ما فيها وما بتقدر تدفع تكاليف اذا قلنا باسكتبول او اي شيء نشاط تاني، وكيف بتقرروا انه هيدا موهوب لازم نعمل فيه استثمار حقيقي ممكن يصير لاعب كبير؟ شو المعيار؟ اكيد في سيريز مقابلات معهم مع العائلة مع الشاب بس تتكفلوا بنشاطات او في مسائل تانية ممكن تكون اساسية مثل مدرسة مثل هيك اشياء؟ هلا حسب كل شخص وحسب كل شاب شو عايز. هلا الطريقة اللي منتواصل فيها مع هول الشباب، الطريقة اللي منلاقيهم هي من قبل جمعيات اهلية من عدة مناطق مش بالضرورة من وين، بس بيسكلي بنتعامل معهم وهن بيتعاملوا مع هول الشباب. سو هن اللي بنقوا الشباب الموهوبين واللي عن جد عندهم امل يعملوا شيء فيها هيدي الموهبه بالمستقبل، فيهم بالاخر يشتغلوا فيها. حتى في كثير منهم فور اكزامبل عندنا بنت كثير كثير بترسم دريسز تياب كثير حلوين وكثير كانت حابه تكون فاشن ديزاينر مصممة أزياء وهلا سجلناها بفاشن سكول وعم تدرس تصميم الأزياء وهلا صارت حتخلص أول سنة وبيسكلي عم نغير حياة. صحيح عم نغير حياة كل شخص نشتغل معه، عم تحققوا أحلام. هو لعالم كتير grateful ممنونين كثير ممنونين بشغله ما كانوا يتخيلوا تصير بحياتهم. سبيسيفيكلي هلا باخر بروجكت عنا اياها هي بنت اسمها رن كثير بتحب ترقص باليه، عمرها 13 سنه. قالوا لها باليه اهلها هيك شيء هيك قالوا لها. اكيد وقت العائله منا قادره للاسف ما فيهم يفكروا بغير شيء، يعني ما عندهم وقت يفكروا بشو هيدا شو البنت حابه تعمل. سو اجينا اوبورتونيتي من ورا نوايا.org الشبكه اللي عنا اياها اونلاين تسافر على نيويورك فور ان انترنشيب شيء مثل ورشه عمل لخلال 10 ايام وين بدها تتعلم بالي بيسكلي مودرن دانس كمان. بس هول بدهم وقت كثير يعني اتس ان انتنسيف انترنشيب بنسميها مكثف. سو النوايا عم تحمل كل التكاليف، اكيد التيكت صاروا بس فيها تعمل بالي بلبنان مثلا، فيها تعمل بالي بلبنان، فيك تفوتي 10 يعملوا بالي بلبنان بدل ما تبعتي واحد عن يوم. صح بس هالقد موهوبه رين برايكم؟ لانه جالها هيدي الاوبورتونيتي الفرصه ما بنقلها لا. يعني في حدا تكفل فيها هيدي عبر نوايا، هيدي هي عبر البلاتفورم الشبكه اللي عنا اياها اونلاين. العالم كمان انه بجربوا يشاركوا معنا تنساعد هول الشباب. سو كل شخص اللي قادر يعملها في منهم بيعملوا بدهم يتطوعوا كرمال يعلموا هول الشباب المهارات اللي عندهم اياها هن. بيختارون هن كمان اونلاين يعني بفوتوا على هن ما بيختارون كيف اجت الفرصه لرن بما انه اخذناها كمثل؟ رن ثاقبت انه لانه الدانس ستوديو من نيويورك هي اختصاصها بالي دانسينج. سو بيسكلي رن كانت الاوبشن الموجوده. فهلا اللي عم بيسمعوك فينا نقول لهم اللي منهم قادرين يقوموا بتحقيق احلامهم، خاصه اللي بدها كميه كبيره احيانا من الصرف ليصيروا لعيبه محترفين او ليصيروا بالي دانسرز، فيهم يتواصلوا معنا على نوايا.org وفي اكيد رقم الهاتف على الويب سايت. افضل شيء بيسكلي ثرو انترنت. اعطينا اياه يعني. رقم الهاتف هلا للاشخاص اللي ما عندهم اكسس على الانترنت. في رقم معين 03 93 8360
كثير فيهم يدقوا عليها وبيعرفوا اكثر بيسكلي. كمان سهاد بدي ارجع لعنديك. نحن كلمه كثير كبيره، نحن كلنا، بس انتو كمان كجمعيه عندكم توجه معين، عم تهتموا بالمساحات اللي هي تنفيس اليوم. شو بدك توصلي؟ مزبوط، مثل ما سبق وقلت لك بنهتم نحن بالمساحات العامه وبلشنا بحرش بيروت. هلا بعد نجاحنا كجمعيه بحرش بيروت انطلب منا انه نتوسع لمناطق ثانيه، فتوسعنا عبعلبك وعسور، وكمان اطلقنا حمله جديده ببيروت اللي هي بخصوص رمله البيضاء، كان هدفنا فيها اعاده احياء وتفعيل شط رمله البيضاء. من انتم؟ نحن. مين؟ نحن شباب وصبايا من كل المناطق اللبنانية. كيف بتقرروا انه هلأ بدنا نقوم بهيدي الحملة بالتحديد؟ وين الأولويات؟ نحن بنعمل دراسات علمية، بنعمل urban studies وبنعمل focus groups أو مجموعات تركيزية بنشوف فيها مطالب العالم وحاجاتهم، ومن هيدي الناحية نحن بننطلق. بدي أعطي الميكروفون لندى إذا ممكن. ملف الأملاك البحرية والنهرية والتعديات عليهم عادة بيقربوه من ناحية نوعا ما مالية، إنه هيدا ملف ممكن يدخل كتير، بس هو بقيا هيدا ملف كمان كتير خطر وكتير كتير صعب. كيف عم تتعاطوا؟ ولا يهمك ماشي. لا مش ماشي ميكروفون. هيدا مش من عنا الميكروفون، ما بعرف منين جايبينه الشباب. بنرجع نرد له. يتفضلي. اكيد نحن من سنه ونص رفعنا دعوه ضد مجهول على تعديات الاملاك البحريه من الشمال للجنوب، مع انه مش مجهول يعني. صحيح. ابدا صحيح، معروف ومكتب. صحيح. نحن اخذنا التعديات من ديوان المحاسبه من وزاره الاشغال، وكل الملف يلي ذاكره فيه وزارة الأشغال العقارات يلي متعدية على الأملاك العامة نحن منعتبرهم هن مشتبه فيهم، بس ما سميناهم، سلمناهم للنيابة العامة ورفعنا الدعوة كصفة لحزب الخضر انه هو بيقدر يكون الشخص المعنوي يلي بيقدر يرفع الدعوة. هيدي ما صارت بتاريخ لبنان انه اي شخص يرفع دعوة ضد اشخاص يلي معروفين انه هن يعني مدعومين وعندهم الغطاء السياسي ومحميين. فنعرف هيدا نموذج عم نعمله لحتى نعطي ونرجع هيبة الدولة، ويرجع المواطن يوثق انه بيقدر يرجع لمؤسسات الدولة بكل المخالفات اللي موجودة. هلأ في كتير بيعتبروا انه هيدا الموضوع ممكن ما يكمل للآخر. نحن اللي منشوفه واللي مصدقين فيه انه صار في 221 محضر بموضوع التعديات على الاملاك البحرية. يعني ما بيقدر المدعي العام لما بتجي شكوى بهالضخامة وبهالوقاحة انه يتغاضى عنها. فالمواطن لازم يقوم بدوره. نحن عم نعطي نموذج. اذا المواطن، كل مواطن بيكون خفير، وهيدا اللي المشروع اللي كانوا عم يحكوا عنه انه كمشتك، كل مواطن لازم يكون خفير. هيدا النموذج المواطني كمشينون، بس ما ليس في اليد حيلة. بس نحن قدمت دعوة. وين صارت الدعوة؟ 221 محضر معمول. هاي مش صايرة قبل. يعني ترجعي انت تراجعي املاك الدولة، اللي عنده املاك خاصة اوكي، بس ما بتتعدى على املاك الدولة يلي هن ملك الشعب، يلي نحنا إلنا حق نوصل على الشاطئ ونتمتع بالبحر ونشوف غياب الشمس. يعني مينيموم بكل العالم وبأجمل شطوط العالم الرمل والبحر ومساحة معينة هي ملك الشعب طبعا. فبتقدري انت، هيدا نموذج. نحن عم نحكي انه قدرنا كحزب خضر نرفع هيدي الدعوة ونتابع فيها. هلأ بيجيكي الأملاك الخاصة على الأملاك البحرية بيقلك أنا إيه عملتها وقت الحرب وهلأ صارت بتراكم علي الديون، مش شغلتي، أنت المعتدي، أنا ما خصني أني أنا حللك المشكلة، أنت معتدي، الدولة عليها تحط القوانين لحتى تقدر ترجع حقها. هيدي وحدة.
شو بنقدر نعمل؟ بنقدر نعمل كتير. النماذج اللي عم تنوجد هون هي مبادرات فردية ومجتمع مدني عم يشتغل. يعني لو ما في عنا مجتمع مدني ناشط، دولة غايبة عن الوعي، وهيدا منار دورنا نرجع هيبة الدولة، هيدي المفقودة، ما عنا هيبة للدولة. يعني كل شيء بيصير نحن بنعتبر ما عنا مرجعية تنرجع للدولة. يعني اللبناني اكثر من غيره لازم يتكل على حاله، وهون دور، هون دور الاحزاب. يعني نحن لازم نرجع الى الاحزاب ودور الاحزاب واللعبه الديمقراطيه. من هيك عشان هيك بدي اسالك، ليش نحن كلنا منا بحزب الخضر؟ بس قبل بدي اتركها هلا اخر يلا اخر سؤال لندى، بعدين بعد الفاصل هيكي. باتريك بدي اعطيك الميكروفون. عم شوف جزدين أكتر وأكتر. أول مرة أنا حملت الجزين وقلت لهم للمشاهدين بدي أعرفكم على جزدين، في كتير انصدموا. وما قالك حق، أنت بتقدمي برنامج سياسي جدي، ما بقالك حق تعملي هيك شيء، في كتير انتقدوا. بس أنا بلاقي إنه هيدي مسؤولية اجتماعية، وهي مبادرة كتير كانت حلوة منكم، أقل شيء إنه نتلقفها. فهل في وعي انه هيدا جزدين بدي احمله لانه اكثر من جزدين هو رساله، ام منك حاسس كثير بعد فيها؟ يعني هيدا السؤال على طول بساله لحالي وكل حوالي. يعني الوعي، هلا عم تحكي عن الاعلام، هلا بدي اقول شغله، يعني الاعلام كثير مهم هلا بعصرنا. يعني فالاعلام بدي يساعدنا بالوعي وبالتسقيف البيئي والاجتماعي. فعندي فكره بدي اشوف اذا بتتقبليها. يعني هلا انت كاعلاميه ومبين انه اللي عم تدعمينا وعندك اعجاب وعلى الاخر كثير منيح. فبس تتصوروا الاعلام تحسوا اكثر معنا وتدعمونا، فرح نعمل مع فيا خط خصوصي تحت اسمك ولا يا ابيا. هيدا مش بس بلا بهيدا بيشرفني، وكمان سمعت انه عندك ذوق بالازياء، فبدك تشاركي معنا هيك بصور الاعلام قريب على لنا، وبصور عم نطلق شيء الاعلام قريب على البيئه وعلى المجتمع وعلى الكل. باتريك هيدا شيء بيشرفني وبيسعدني كثير، وان شاء الله نلاقي تجاوب عند الستات ما يتنافسوا من حامل جزدين اغلى، واي حيوان مقتول تنحمله يتنافسوا مين بيحمل دولاب وبيكون فعلا عمل انقاذ للبيئه. فأنا بشكرك كتير عن جد، يعني هيدي شغلة رسالة كتير حلوة، و thank you فكرت فيه. وشرف شرف لا ما تقفوا سبا thank you شرف لألنا أكيد. أنا بدي زقف الكون. فينا أسأل سؤال مدام زعرور؟ بليز بما أنه أنا عم بعمل جزدين بقى بليز سأل أسئلة. أنا عندي سؤال على طول، بعرف بدي أعرف إذا الدولة بتساعد شيء إذا حدا بدي يعمل صناعة للريسايكلينج أو ريسايكلينج، تخفف عليه الضرائب؟ في ما في منه ابدا عنا للاسف. على الميكروفون. للاسف ما في تحفيز بهذا الموضوع، بموضوع الصناعه وموضوع الاستيراد حتى، وبموضوع انك ترجع البضاعه للمصدر. يعني الدولة بتاخد منك بشكل عالي على كل شيء اسمه ايكو فريندلي، بيعتبروه لوكجري للأسف. للأسف نحن عم نشتغل على تشريعات لحتى نقدر تكون في تحفيز أكتر، تقدر تستورد مواد صديقة للبيئة، وتقدر الصناعة يلي خصوصا بموضوع التكنولوجي يلي أكتر شيء هيدي ملوثة. يعني هلأ صحيح. بهيدا العصر إن بالعالم كله بتدفع أنت بشكل انك تسترجع البرودكت من السوق، يعني توشيبا تنقول بترجع بتاخده بلا ما نسمي معلي لا حق لانه كله في حتى معلي هون كمان في تنافس انه مين جاب اخر تليفون او اخر جهاز كمبيوتر، وقت اللي ما بنفكر انه القديم شو بدنا نعمل فيه، كيف بده ينكب، لوين بده يروح. الشركات بالعالم بترجع بتسترجعه، وهيدي عمليه التحفيز من الدوله ومن الحكومات، انك انت اول ما بتحط الديزاين لأي برودكت لازم تكون عامل حساب كيف تسترجعه من السوق. حلو باتريك، وصل لك الجواب. انتو عندكم مشكلة بهيدي الناحية؟ يعني عندكم مخاوف من لا هي تتكون شيء من تسقيف يعني وتشجيع، يعني لازم دولة كمان تشجع. يعني كل شيء صناعات مفيدة للبيئة والمجتمع لازم تكون الدولة مدعمته. انت بالنسبة لكم لازم المواد الأولية كلها الدولة هي تجيب لكم اياها بعتقد، والمواطنين يشاركوا بانه هاي المواد الأولية، لانه خلينا نقول انه من الدولية عم تعملون، فلازم يكون هودي. يعني بلا ما نروحوا على الزبالة عم نقطش من طريق، قبل ما يوصلوا على الزبالة نستعملهم نحن. صحيح، قديه بنقطع طريق عن الزبالة عن انه يوصلوا على المطامر، مع انه في ناس عم بيقوموا بشغل كتير جيد،
قللوا كتير يمكن من الأثر البيئي لمهملاتنا أو لزبلتنا. بعد في عنا طريق طويل وشغل كتير كبير بهيدا المجال. طيب أنا بدي أتوقف مع فاصل أخير بهالحلقة وبعدين بدنا نرجع نذكر جميعا المشاهدين كيف يتواصلوا معكم وكمان ليش كل لبنان ما بيكون بحز بالخضر ومنخلص. فاصل ونعود. نصل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة مشاهدينا ورح نأخذ كلمة كلمة على السريع. رح بعرف من عندك إلي تفضل. بالنسبة لشركتنا فيكم تفوتوا على الويب سايت تبعنا www.triplea.com.lb. بتشوفوا مشاريعنا، حاطين صور، حاطين المي كيف كانت قبل كيف صارت بعد، وبتتعرفوا على الشركة وعلى البرودكتس بنقدمها وعلى الخدمات البيئية اللي عم نقدمها كمان للبلد. Thank you. كذا ميديا. كذا ميديا هي الحاضن لجمعية ايتيفيزم لحملة كمشتك. اللي بحب يعرف أكثر عن حملة كمشتك في يفوت على كمشتك.com أو على الفيسبوك ببساطة. وكنت حابب أعطي خلينا نقول إنه ما له علاقة بالحياة الزوجية كمشتك. قريبا بلا إذا شفت هيك لأنه آلاف ملايين فاتت ممكن يعني مخي لفات بس إذا في متطوعين ليلقطوا الشيترز ما في مشكلة كمان يعني نحن البلاتفورم مفتوح أصلا وهيدي حابب أقولها لكل الجمعيات لكل المجتمع المدني إنه البلاتفورم هو بيعتمد على خريطة وعلى جي بي إس وعلى الموبايل تكنولوجي أي قضية ممكن تستفيد من موقع فيه هيدي قلت لي عندك رسالة سياسية عندي رسالة للمجتمع المدني وللأحزاب. في مفهوم خاطئ عنا انه حتى عند الممولين اوقات نحن كجمعيات بنواجهها بجبرونا انه نشتغل مع ناس او مع جهات غير حزبية، بس بالحقيقة المجتمع المدني اول شريك له لازم تكون الاحزاب السياسية، واذا لازم يطالب حدا ويضغط على حدا قبل الدولة هي الاحزاب اللي عم تتخانق على ادارة هيدي الدولة. فهذا مفهوم خاطئ. بطلب من كل الناشطين انه لا احتكوا بكل الاحزاب لو نختلف ببعض المواضيع، بس خلوهم فعلوا دورهم لهالأحزاب وحاولوا تاخذوا منهم مسؤولية أكبر يمكن شعرة من ظهرهم مكسب. حلو. ميز رسالتك والكونتاكت انفورميشن. أنا بدي أطلب من كل السياسيين يدعمونا بحملتنا اللي أطلقناها الحملة المدنية ب 17 أيار من بلدية حلبة، الحملة لتطوير الجامعة اللبنانية بعكار لنحولها إلى فرع بدل ما هي حاليا سنة واحدة. أيضا بدي أطلب من المنظمات اللي مثل البيس وغير بيس أنه يضلوا فعلا موجودين بعكار، لأنه حقيقة لولا هالمبادرات المدنية بمنطقة مثل عكار صراحة ما كان في أي شيء، لأنه فعلا الدولة غائبة تماما عن هيك منطقة. بتمنى عليك كمان تعملي حلقة من قلب عكار وتشوفي الحرمان الموجود. أكيد حملة مثلنا مثل غيرنا في إلى صفحة على الفيسبوك بالعربي، وأكيد في موقع الجمعية اللي هو الحداثة .org اللي بيقدروا يتواصلوا معنا عليه. شكرا لك. موت تفضلي. رسالة الحبة وصلها حيالة ست بيت حب تطور حالها أكيد تتصل فينا، حيالة شخص بحب يدعم هالجمعية أم يدعم ست بيت ويغير حياة شخص يتصل فينا على 760-531-889. كمان الويب سايت هو w2wsuccess.org، بيقدروا كمان يشوفوا القصص اللي صارت السكسس ستوريز تبع الستات حتى كمان يتحمسوا أكتر ينضموا للجمعية. شكرا لك. جورج بدي تخبرني عن هيدي الكرسي، ما حكينا عنها، وهيدي الكرسي أساسية كرسي يعني لابسة تياب وبيقعد عليها الواحد بلا شكات مع بنز الرئيس. اوكي هيدا العلم اللبناني. اي العلم اللبناني. هيدي كنا قاعدين انا وماركت شبارة وجوزيف حموي part of the team. So كنا عم نفكر بدنا نعمل شيء كتير أورجينال يبقى معك هيك يرافقك شوي هالفترة لأنه شكلها مطولة. ففكرنا بالغائب الحاضر اللي هو فخامة الرئيس اللي ما بنعرف مين هو، لبسناه الكرسي ورح إذا بتحبي يكون مرافقك
خليها على معي إيه لبين ما ينتخبوا لنا فخامة الرئيس. أنا أخذت الأباجور. هيدي الأباجور على البيت، هي على استوديو. هيديك هدوم على استوديو. شو انبسط فيك هلا يوسف السقعان المخرج. هيك بس كل... بتعرف بعد عندنا حلقة واحدة قبل شهر الكريم، شهر الفضيل، إذا ما كان في رئيس بوعدك ب أب لح نستعمل هيدي الكرسي. أوكي yeah. وحتى إذا طلع في رئيس منطلعها على عبدة منقعده عليها صعب وبيكفي الانترفيو مع حضرتك. تنشوف كتير منيح إذا هيك، إذا كمان حجز الانترفيو تمام. ماريا بس بدنا نقول إنه إذا في حدا حابب يشارك مهاراته مع شاب أو بنت لي حيعوزون يعني فيهم يقدموا application on nawaya.org and thank you very much. وإن شاء الله دايما النية طيبة وصافية ونقدر نساعد أكثر عدد ممكن مثل العادة. أنا حابة أوصي رسالتين من خلال برنامجك الكريم. أول رسالة هي لوزير البيئة، أنه يا معالي الوزير بيروت عن جد تختنق، نسبة التلوث فيها دبل عن ما لازم يكون، وحسب منظمة الصحة العالمية نسبة النيتروجين دايوكسيد بالهواء صار عنا أكثر من 64% بحال اللي هو ما لازم يتخطى 40%، معدل الفرد من المساحات الخضراء ببيروت أقل من 0.4% بوقت اللي لازم يكون حوالينا. مزبوط، هيدي الوحيده بوقت اللي لازم يكون اكثر من 12 متر مربع للشخص. شهاد في عندك انتماء سياسي؟ لا. ليه منك بحزب الخضر؟ يلا ان شاء الله. ان شاء الله. ندى انا بدي اقول انه غير بيس يو اسايد عم نشتغل على برامج كتير، رح يكون في دايما برامج للمجتمع المدني. رسالتي بدي وجهها مش للدولة لأنه نحن يأسين منها، بوجهها لوسائل الإعلام. نحن كونه نحن أنا كتير اللي بشتغلوا ببيس هو الإعلام، وعم نشتغل كتير سوشيال ميديا لأنه الإعلام التقليدي والتلفزيونات ما كتير بتضوي على برامج المجتمع المدني. شو ما عملنا بتضلوا تقولوا لنا هيدي المبادرة؟ لا، هيدي المبادرة اللي عملتيها ما حدا عملها. يعني أول شيء بدي أتوجه بالشكر لإلك، وبدي أقول يا ريت كل الإعلاميين بيخطوا هالخطوة، لأنه عن جد في شغل مش بس مع بيس، مجتمع مدني كتير عم يشتغل كتير منيح وكتير لازم نضوي عليه، لأنه في قضايا اجتماعية ما حدا عم يضوي عليها، لازم الإعلام يدعمها. فرسالتي بس لوسائل الإعلام أنه تهتم أكتر بالمجتمع المدني، لأنه الناس يأست من البرامج السياسية وكرمال هيك عم ينزل الريتنج تبعولها. إن شاء الله تجيبوا ريتنج عالي. بدي خبرك خبرينا حتجيب ريتنج هالحلقة، وإذا كان الريتنج عالي ندى بأكد لك أنه كل البرامج بتصير عم تستضيف مجتمع مدني. إن شاء الله نحن بنتمنى. صحيح، بس لحد هلا بالقليل ما في فتنه البرنامج. ايه طبعا فتنه متر، عندنا فتنه متر بس. حسين تفضل. اللي بدي اقوله انه كمجتمع مدني نحن الهدف تبعنا هو تطوير العقليات تبع الشباب، يؤمنوا بمواطنيتهم، يؤمنوا بقدراتهم. يعني الشاب ما يقول انه انا ما عندي جرأه انه اعطي رايي. فكمان حتى السيدة، وهيدي نحن جزء من الأنشطة والمشاريع نحن عم نشتغل معهم، عم نشتغل مع الشباب، عم نحاول قد ما فينا نقدر نساعد شبابنا حتى على المستوى التعليمي، نقدم لهم الدورات اللي بيطمحوا فيها ليفوتوا على الجامعات، وحتى عم نساعد السيدات بكرة ليكونوا معنا بالانتخابات إن شاء الله. كل الأنشطة تبعنا بتشوفوها على الويب سايت lostlb.org و 08377075 كمان، هيدا اذا بده يتواصل حدا معنا بجنين. ليا لا مش معي. ليا تفضلي. انا بس بدي زيد شغله، انه مش بس في رقابه بلبنان، في قمع كمان عم بيتمارس، ونحن عنا تجربه بهيدا الشيء خلال مسرحيه عاملينها كنت اسمها بتقطع او ما بتقطع، اللي هي بتحكي ما قطعت هي بتحكي عن شو بيصير بالرقابه بمكتب الرقابه بالامن العام، وهيدا المسرحيه قدمناها للرقابه وانمنعت. وفوق عن هيدا الشيء اللي صار، المخرج تبع هيدا المسرحيه راح تيقدم تجديد باسبورو، ونحجز باسبورو من وراء هيدا المسرحية. ولو ما من وزارة الداخلية يلي هي اتدخلت كرمال تساعدنا كرمال نرجع ينعطى باسبورو لهيدا المخرج اللي هو لوسيان بورجيلي، كان بعده باسبورو محجوز. وهيدا القمع اللي صار مع لوسيان نحن علينا صوتنا من وراء هيدا الشيء ونحل، بس في كتير عالم عم بيصير معهم هيك قمع ونحن ما بنعرف فيه. تحية للوسيان ولا كل الأشخاص اللي عم بيناضلوا فعلا لمجتمع حر وأكثر حرية. والويب سايت تبعنا marchlebanon.org.
أنا عندي رسالتين. رسالة الأولى هي لمؤسسات المجتمع المدني تحديدا الموجودة ببيروت اللي بتشتغل على حملات وطنية، فتمني ورجاء منهم وإلهم ما عاد يتصلوا فينا ويقولوا عبوا بوسطة ونحن مندفع مواصلات. نحن منا زيادة عدد أو منكون شركة بالقرار، وتفضلوا كمان مناطقنا محتاجة لحملات وطنية، تفضلوا عبروا من قلب مناطقنا وساحتنا. أو نحن تمني ما عاد تعيدوا هيدا الجملة، لأن يعني كتير قاسي وما رح أشرح أكتر عنها شو تعبيري بده يكون. النقطة الثانية، الرسالة الثانية بوجهها للدولة وللقضاء. دايما بنسمع خطابات وشعارات وتحميل مسؤوليات مشتركة وهيك. أنا بقول أولادنا، أنا عم بحكي كأهل وعم بحكي كمؤسسة، أولادنا وشبابنا بحالة خطر بالفساد القائم، مين بيحميهم وشو دوركم بالحماية؟ شكرا. شكرا لك جورجينا. مهم. بعيد شوي عن النق وعن اليأس، بدنا نضوي شوي على انه في كتير حملات عم تشتغل وفي كتير مشاريع قوانين عم تنقر كمان، حتى يعني ما بدنا نلغي النساء يلي نزلوا واشتغلوا حتى لو طلع لهم قانون ناقص، بدنا نضل نشتغل ليطلع قوانين مزبوطة. مثل نفس الشيء المياومين ولا حتى هلأ المعلمين او موظفين بالقطاع العام، بدنا نضل نطالب بحقوقنا بلبنان، ونحن كمواطنين هيدا دورنا كمان. نحن مثل ما بندفع ضرائب بدنا نلحق ضرائبنا وين عم ينصرفوا، ونتأكد انه عم يطبق قوانين لمصلحتنا، ونضل طالب بحقوقنا كمواطنين. شكرا باتريك. بولا، كلنا لازم نغير، مش الاعلام لازم نغير، المجتمع المدني، المجتمع الفردي، البزنس، الاشخاص لهيدا، ويا ريت كمان السياسه والدوله تتغير يعني عنا، ولازم مش لازم نخاف من التغيير، وان شاء الله يعني خير، وعطول نطلع على قدام مش لورا ان شاء الله. ندى، هيدا السؤال الاخير بدي انهي فيه الحلقه. ليه كل اللبنانيين ما بيكونوا فعلا بحزب، اذا مش حزب الخضر حزب مشابه، مع كل هالمصيبه اللي عايشينها، مع الفشل اللي وصلناه بالاحزاب التقليديه الموجوده؟ ليكي، أنا بفهم أنه الشباب يأسوا، والشباب لهيينهم كتير بأمور كان فيها تكون أسهل تكون حياتهم أسهل. فيا معتمد هيدا الأسلوب بهيدي الدول يلي بتشبهنا أنها تلهي الشباب، لأنه الشباب هو الثورة وهو التغيير. أنا بعتبرها أنه مقصودة لحتى يضلوا لهيينهم بكل شيء إلا أنهم يدخلوا بالعمل السياسي ويكونوا هن بموقع القرار ويقوموا بواجباتهم كمواطنين. نحن عملنا نموذج، وهذا نموذج صار له 10 سنين، وهالعشر سنين صار عنا تداول رئيسين بحزب يلي نحن بنعتبره حزب حضاري، حزب عابر وسابق عصره ببلد كتير عم بيتقاسموا بطائفيات يعني، ونحن بنعرف قد ايه هيدي بتاثر على قرارنا. لا، انا بشوف وعم بحس وبشعر كل يوم اكثر من يوم انه الشباب صار عنده ثوره تغيير، وهيدي نحن اللي بنبني عليها. لا، انا اكيد كل اللي موجودين هون مع اللغه اللي عم يحكوها هن بحزب الخضر دون ان يدروا. صحيح. شكرا لك ندى، شكرا لجميع اللي كانوا موجودين معنا، شكرا كمان ندى على هالجمعة الحلوة. انبسطت كتير تعرفت عليكم، خاصة اللي ما كنت أعرفون، وإن شاء الله مجددين منكم بحلقات. دايما ممكن تغير بمجتمعنا أو بطريقة تفكيرنا أو تفتح لنا عيوننا أنه في إشياء أبعد من السياسة وأبعد من النقار اللي أسبوعيا عم نشوفه دايما على شاشاتنا. إن شاء الله تكون هالحلقة عجبتكم. أنا بشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.